احنا ما نقدرش نقول ان الحول نفسه مرض وراثي. الحول مشكلته ان هو بيدي للانسان مظهر غير حقيقته. علاج الليزك اللي حول الاطفال ده اوبسوليت، ممنوع. الحاله الوحيده اللي يمكن عمل فيها الليزك لطفل الفرق بين العين دي والعين دي اكبر من ان النضاره تقدر تتحكم فيه. علاج الحول في الكبار نسبة نجاحه كبيرة جداً. الأستاذة الدكتورة نرمين محمود بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، مدرس طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسغو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول AAPOS، عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS. الإحصائيات الدولية بتقول إن طفل من كل 100 إلى 200 طفل بيصاب بالحول، وإن النسبة بتزيد مع تأخير العلاج أو إهمال الحالة. أحد أكبر أخطائنا الشائعة مع أطفالنا هو إهمال الحول بعد عمر 6 شهور بدعوى إن الطفل لسه صغير وعينه هتظبط لما يكبر. صحيح الأطفال قبل 6 شهور بشكل طبيعي وغير مرضي ممكن يكون في عدم تناسق أو حول في عينيهم، لكن إذا استمرت الحالة بعد عمر 6 شهور يبقى في خلل يستدعي زيارة الطبيب بأسرع وقت، لأن إهماله أو تأخير علاجه حيطور المشكلة ويزيدها سوء. الطب بيتطور كل يوم، وعلاج الحول عند الأطفال بقى أسهل كتير من زمان، وعلاجه في توقيت مبكر يغنينا عن مشاكل كتير نفسية وجسدية ممكن تصيب أطفالنا. اهلا بيكم. النهارده حوار مثير ومهم للغايه عن الاساليب العلاجيه للحول، بس في دراسه مهمه جدا جدا. الدراسه دي قالت في الاخر انه الحول له تاثيرات نفسيه وبتؤدي الى الاطفال يفضلوا العزله عن السخريه اللي ممكن تجي لهم لما يقترنوا او يعني يكونوا مع زملائهم فيسخروا منهم بسبب الحول. الدراسة قالت إن 85% من مرضى الحول البالغين قالوا وصرحوا بأن كان عندهم مشاكل من ناحية التنمر ومن ناحية السخرية في حالة العمل مع المدرسة، في العمل، في الرياضة. كل ده كان 70% منهم قالوا إن ده له تأثير على سلبي على صورتهم الذاتية. فطفل اللي عنده حول لازم يتاخد الأمر بتاعه بمنتهى الأهمية، الحالة النفسية بتاعته مع العلاج، ولازم طبيب أطفال العيون. وخلي بالكم إنه ده تخصص جراحة وطب العيون الخاص بالأطفال، ده تخصص من ضمن مميزاته ومن ضمن صفاته المهمة جدا خصوصا لما يكون في عالم الحول، إن الدكتور لازم يكون عنده إلمام بالناحية النفسية للطفل ويكون يعرف يتعامل إزاي مع طفل نفسيته ممكن تكون فيها اضطراب شديد جدا، لانه ده يختلف تماما عن الكبار اللي بيعاني مثلا من ميه بيضاء او بيعاني من ضعف ابصار، يعني ميوبيا او هايبر متروبيا، يعني قصر او طول نظر. مش لازم جراح العيون يبقى عنده، يعني هو كل الجراحين لازم يكونوا دارسين علم نفس، بس مش شرط، لكن ده لازم يكون دارس، لان الموضوع هنا له بعد نفسي مهم جدا قد يحفر جرح صعب جدا انه يندمل في نفسه حتى بعد علاجه. ممكن جدا يظل عنده ذكريات سيئه خاصه بيه، ما يسمى بالتنمر أو بالتندر عليه منذ أن كان طفلا. القصة النهاردة نفهمها بالتفصيل في عالم الحول مع ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتورة نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون ومدرس طب وجراحات العيون، صاحبة دكتوراه طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون كامبريدج، وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات الأطفال والحول والجمعية الأوروبية لطب الأطفال. نورتينا دكتورة نرمين. شكرا جزيلا. قبل ما أدخل على علاج الحول، هل ينبغي إنه جراح الأطفال أو طب جراحة طب العيون الأطفال يكون عنده إلمام من ناحية نفسية؟ هو حتى بغض النظر عن كون الطفل عنده حول ولا لأ، هي فكرة التعامل مع طفل
لما بيدخل طفل العيادة هو وللأسف دي عندنا في الثقافة بتاعتنا إنه الدكتور هتسمع الكلام ولا هيدخل يديك حقنة، وإحنا عندنا بقى هنخلي الدكتور يديك حط لك قطرة تحرق لك عينيك. فالفكرة إنه الدكتور لازم يعرف إزاي يطمن الطفل ده في الأول، ما يبقاش التعامل على طول إن هو يدخل يكشف وخلاص وبغض النظر الطفل متضايق بيعيط زعلان. لازم يبقى في فترة لتكوين ألفة ما بينه وما بين الطفل، لازم يحسسه بالثقة، لأن هو بالنسبة لأي طفل ده في حد فجأة كده عمال بيبص يمين بص شمال بيلعب في وشه بيلعب في عينيه، فطبيعي إن هو لازم يتعامل معي. كمان لازم يبقى يعني لما طبيب عيون الأطفال يتعامل مع طفل عنده حول ما يبقاش محسسه إن هو في مأساة، لازم يتعامل معاه بإن هو طفل عادي وإن مشكلته دي ليها حل وإن هي مش مشكلة أساسية. وفي المرحلة دي احنا عايزين نشجع برضو ان في المدارس او عامة الناس لما يربوا ولادهم فكرة التنمر على المختلف بغض النظر عن لو كان عنده حوق او عنده اي مشكلة تانية، ياريت فعلا نتعلم ان احنا نعلم ولادنا ان هم يتقبلوا الاخر بطريقة اكثر صحية من ده. هو لازم الطفل المتنمر ده يعاقب جدا، مفروض جدا، لان ده على فكرة الطفل المتنمر ده يعني مشروع مجرم او نصاب، مشروع انسان حقير. يعني الطفل المتنمر كده يعني ده أسوأ انواع البشر. هو عشان في مرحله الطفوله يستحسن نعلمه ان اللي بيعمله ده غلط بالظبط، ونعرفه ان لا لازم نحوله بقى من لازم مشروع المجتمع انسان حقير كله يرفض الاتيتيود ده او البيهيفير. وعلى فكره الطفل بيقاوم في المرحله دي كويس جدا، يعني لما بيقاوم بيعرف ان اللي بيعمله غلط بيتحول الى انسان كويس جدا، ساب بياخد على كده وبيبقى الاتيتيود بتاعه ده بالظبط. عايز ابدا بقى الحول جراحه في المرحله اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني قد يكون الخيار الجراحي موجود؟ هو طبيعي الخيار الجراحي دايما موجود في حالات الحول. هي ودي المشكله ان لما انا جيت ابتدي اشتغل في مجال طب عيون الاطفال للاسف انا فوجئت، انا كنت فاكره ان انا هتبقى مشكلتي ازاي اقنع الناس بالجراحه. اكتشفت ان بالذات في موضوع الحول وعلشان اللي حضرتك بتقوله وعشان نفسية الطفل ونفسية اهله، لان هم كمان بيبقوا متضايقين من الشكل قوي، ان الاهل هم اللي بيجوا يقولوا يلا نعمل عملية. ففي مثال كده بنيجي بنقوله للناس علشان خاطر يفهموا القصة، ان لو انا دكتور قاعد في عيادة وداخل عليا مريض بيعرج او اتنين مرضى بيعرجوا، واحد عنده التهاب في الاعصاب وواحد عنده كسر في رجله، لا ينفع اللي عنده التهاب في الأعصاب أجبس له رجله ولا ينفع اللي عنده كسر أديله مضادات للالتهاب. دي حاجة ودي حاجة، بس الاثنين بيعرجوا والاثنين نفس المنظر والاثنين داخلين عليا بنفس الشكل. نفس الحكاية في الحول، مش كل الحول نوع واحد ومش كل أمراض الحول نوع واحد، وبالتالي في حول علاجه بيبقى علاج غير جراحي تماماً، وفي حول علاجه الوحيد هو الجراحة. وهنا بنبقى بنعاني عشان نقنع الأهل أنه أصبروا شوية مع العلاج غير الجراحي، بلاش ننط على الجراحة على طول، لأن مش دايماً الحل الجراحي بيبقى هو الحل السليم أو الحل الأصح لعلاج الحول. إذن هنبدأ بالجراحة صح كده؟ إحنا في الأول بنستنفذ الحلول غير الجراحية، ولما بنشوف وفي مرضى بيجوا لا هو الحل جراح. يعني لما بتبقى في مشكله في العضلات مثلا، لما بيبقى في شلل في العضلات، لما بيبقى في مشكله، احنا بنقدر نقيم في الحاله اللي حلها جراحي والحاله اللي بيكون حلها غير جراحي. انا فاهم كده، انا قصدي لما نقول لما قلت ان احنا نبدا بالجراحه، انا خلاص احنا بصدد الحالات التي تحتاج الى الجراحه. تمام. هل في خلاص قررنا ان في جراحه، هل في خطوات مهمه قبل الجراحه؟ أكيد طبعاً. هو أهم حاجة إن إحنا نقدر نفحص ونقيم الحالة بطريقة سليمة بحيث إن إحنا ناخد قرار جراحي سليم. يعني إحنا دايماً بنقول للطلبة عندنا إنه بالذات الحول قرار أكتر من عملية. يعني أنا ممكن أعمل عملية وأعمل عملية صح جداً وتبقى عملية رائعة، لكن من الأول أنا لا شخصت الحول ده بطريقة سليمة ولا شخصت التعامل معاه بطريقة سليمة. بمعنى إن أنا لو عندي طفل عنده طول نظر
عنده حاجة اسمها الحول الأنسي التكيفي، هو مع الحول اللي عنده نتيجة طول النظر. ما ينفعش إن أنا أدخل وأعمل له جراحة أنا هلاقي عنده حول، والحول ده بزاوية زي ما بنقول 30 أو 40. الحل بتاعه في الجراحة إن أنا أحرك العضلات مثلاً 3 4 5 ملي، هدخل وأحرك العضلات، الطفل خارج هو لسه عنده طول نظر، وبالتالي ما ينفعش إن أنا أدخل أشتغل على العضلات دي من غير ما أحل المشكلة في الأول. فأنا لازم أعالج أي مشكلة مصاحبة زي مشاكل الرؤية، زي مشاكل كسل العين، أقيم الحالة كلها، هل هو حول مثلاً أفقي فقط، هل هو حول رأسي فقط، هل هما الاثنين مع بعض، هل بيصاحبوا مشاكل مثلاً في العضلات المائلة مع العضلات الأفقية أو العضلات الرأسية اللي احنا بنسميهم العضلات المستقيمة. لازم التقييم الضروري المناسب للحالة قبل ما نقرر القرار الجراحي. ايه انواع الجراحات اللي بتتعمل للحول الوحشي، الحول الانسي؟ الاسامي دي مشهوره عند الناس. هو اكتر نوعين من الحول فعلا مشهورين عند الناس، الحول الانسي والحول الوحشي. زي ما احنا شفنا دلوقتي، احنا عندنا عضلات في العين، عندنا اربع عضلات في العين بيحركوهم افقيا وراسيا، وده اللي بيعمل لنا الحول الانسي او اللي بيصلح الحول الانسي او الحول الوحشي. احنا العين عندنا بالظبط زي الحصان، زي راس الحصان، انا ماسكاه بالجام، في عضله بتشده لجوه، في عضله بتشده لبره، وفي عضلات بتشده لفوق ولتحت. طيب لو انا راس الحصان دي مايله لبره شويه، هعمل حاجه من الاثنين، يا اما اشد العضله المرخيه اللي سايبه دي شويه تشد راسه لجوه، يا اما اسيب العضله اللي لبره دي شويه بحيث ان راسه تتعدل. ودي أشهر أنواع العمليات اللي بتتعمل للحول الأنسي والوحشي، يا إما عضلات لتقوية العضلة، عمليات لتقوية العضلة الضعيفة، أو عمليات لإرخاء العضلة اللي شدة زيادة عن اللزوم. المشكلة إن الناس مش عارفة إن في عضلتين تانيين، العضلات المائلة غير العضلات الأربع عضلات اللي بتحرك يمين وشمال وفوق وتحت. فممكن الحول الأنسي أو الحول الوحشي يبقوا مصاحبين بانحراف في العين دائري، أو يبقوا مصاحبين باتجاهات أخرى في العين بتعمل لنا أنواع أخرى من الحول. هل في أساليب أخرى للجراحات؟ لو الحول مصاحب فعلاً بإن إحنا عندنا مشكلة مثلاً في العضلات المائلة، لازم هنشتغل على العضلات المائلة مع العضلات المستقيمة. إحنا لازم لما بنبص لوضع العين ما نمشيش وراء الشكل الظاهر، بيتعمل فحص كامل للطفل ده، ممكن بيتعمل أنواع مختلفة جدا من العمليات غير مجرد إن احنا بنشد عضلة أو بنريح عضلة، في أنواع كتيرة جدا من العمليات الغرض الرئيسي منها إن عضلة العين في الوضع اللي احنا فيه ده تعمل بأقصى قدرة، وفي نفس الوقت تدي أفضل شكل للعين، نقدر بإن احنا نقدر نشوف العينين الاثنين متوازيتين وبيعملوا بطريقة سليمة مع بعضهم. ايه الصوره دي؟ دي نوع من الجراحات برضه، دي اللي احنا بنسميها جراحات نقل العضلات او المسل ترانسبلانتيشن. في عدد كبير جدا من حالات الحول ما بتبقاش بس نتيجه خلل في العضلات، ممكن تبقى نتيجه شلل في العضلات مثلا. يعني انا عندي عضله فيها شلل، العضله دي مهما قعدت اشد فيها، مهما قعدت احاول اقويها، هي العضله مش شغاله، وبالتالي أنا لازم أساعدها. أساعدها إزاي؟ هي حواليها أربع عضلات تانيين، ممكن بقى يا إما أخد عضلتين تانيين يساعدوا أو يشدوا مع العضلة دي، ممكن أخد جزء من العضلات التانية بقطع العضلة مثلا نصين، أخد نص يساعد مع العضلة دي وأسيب النص التاني يقوم بوظيفته بشكل طولي. بشكل طولي، يعني أنا عندي العضلة بقطعها كده بطولها، ويعني هي دي تفاصيل جراحية معينة، وننقل جزء منها بحيث ان هو يساعد مع العضلة دي. ساعات بيبقى فيه مثلا شلل في اتجاه العين الرأسي، العين ما بتطلعش لفوق، فبتيجي العضلات اللي انا بشد بيها يمين وشمال دي هي موجودة في مكانها، لو رفعتها لفوق شوية هتساعد بان هي ترفع العين، لو نزلتها شوية لتحت شوية ممكن، على حسب اتجاه اللي انا عايزة اشد العين فيه. في أوقات بتبقى العين بتدي أشكال غريبة مع اختلافات الحركة، يعني لما البني آدم يبص لفوق قوي نلاقي العينين دخلوا عملوا حول داخلي، أو لما يبص لتحت، وده اللي بنسميه الـ A pattern،
او لما يبص لتحت نلاقيه العينين دخلوا لجوه، بنسميه الفي باترن، او بالعكس يجي يبص لفوق نلاقي عينيه بعدوا عن بعض. فالحاجات دي بنغير فيها اتجاهات العضلات، وده اللي بنسميه ماسل ترانسبلانتيشن، نقل للعضلات بحيث ان هي تقدر في كل الاتجاهات العين تبقى بتشتغل بطريقه مناسبه وسليمه. تنورتيني. ضيفتي العزيزة الأستاذ الدكتور نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون، مدرس طب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون بكلية الطب، وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية والمجلس العالمي لطب وجراحات العيون، وعضو الجمعية الأمريكية والجمعية الأوروبية لطب وجراحات عيون الأطفال والحول. نورتينا وشرفتينا في الناس. شكرا جزيلا. خليكم مع الناس. خلينا اقول لكم ان احنا في سلسله مهمه، ده الجزء الثاني ليها، ليه بطنه الرحم المعاجره. هذه الحاله المرضيه فرضت نفسها بشكل كبير جدا على الحوارات الطبيه. معظم المؤتمرات الطبيه الاشري وكل المؤتمرات العالميه اللي ضيفي واحد من الممبرز الاساسيين فيها، بطنه الرحم المعاجره زي ما بيقولوا حديث كل الاروقه، واحدة من الأحاديث اللي بتفرض نفسها على كل المحاضرات، قد تكون بذاتها لوحدها في حوار، وقد تكون جزء مهم جدا من تأخر الإنجاب، يعني كواحدة من أشكال تأخر الإنجاب. في لقاء سابق قلنا إن بطنة الرحم المهاجرة فيها أشكال بقت أتيبيكال، وكلمة في الطب تدعو إلى الانتباه، يعني دايما الدكاترة اللي مذاكرة الشاطرين كلمة أتيبيكال الغير تقليدية، الشكل الغير التقليدي ده بيثير على طول حفيظة وتركيز كل دكتور في كل برانش في الطب. في بطانة الرحم المهاجرة كلمة بطانة الرحم غير تقليدية ده أساسا هي حالة مرضية كلها كده على بعضها مليئة بالمفاجآت، فيكون في مفاجأة إنها تكون غير تقليدية، ده هيطرح نفسه بشكل مهم جدا في حوارنا النهاردة. حالة عندها تأخر في الحمل، زوج وزوجة ما حصلش عندهم حمل سواء كان أولي أو ثانوي، يعني من ساعة ما اتجوزوا ما حصلش حمل خالص، أو اتجوزوا حصل حمل سواء الحمل ده انتهى بولادة وعندهم طفل، أو حتى الحمل انتهى بإجهاض يعني الحمل ما كملش، وسواء بعد الولادة سواء بعد الإجهاض اتأخر الحمل. طبعا الزوجة بتلجأ إلى طبيب أمراض نساء، بتروح تكشف تعمل سونار، فبيديها ما عندهاش حاجة، بيديها شوية منشطات للتبويض، شهرين ثلاثة كده لقى عندها كيس موجود في المبيض، قال لها أنت عندك كيس دموي، أنت عندك كيس دموي، الكيس ده مش هنعمل لك عملية. طب ده كلام عظيم خالص، هنديك علاج عشان يروح. تمام، ايه العلاج؟ حبوب منع الحمل، صح؟ اه صح، الاكياس الدمويه الوظيفيه، اه احسن علاج ليها هو حبوب منع الحمل، شهرين او ثلاثه وكيس يروح من غير عمليات من غير اي حاجه. طب كويس، الزوجه خدت العلاج عشان خاطر الكيس يروح، شهر اتنين ثلاثه الكيس مش راضي يروح. الحالة طبعا زهقت، توجهت إلى أحد المراكز المتخصصة لتأخر الإنجاب، شرفتنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية دكتور محمد تيمور، كشف عليها، شك في الموضوع، بيتكرر كتير قوي السيناريو ده عندنا كتير قوي، شك في الموضوع بس ما بيتكلمش، بيسيب القرار ليا أنا في الزيارة التانية لما بشوفها في الميديكال كوميتي اللي هو زيارة تحديد اللجنة الطبية وزيارة تحديد الخطة العلاجية. مجرد بس نشوف كيس شكله في السونار، ده مش كيس دموي، مش كيس دموي عادي، مش كيس وظيفي بيروح بعلاج شهرين أو ثلاثة حبوب منع الحمل، ده واضح جدا إن هو كيس اسمه كيس شوكولاتي ناتج عن بطانة الرحم المهاجرة. يبقى أنت عندك يا مدام بطانة الرحم المهاجرة، وبطانة الرحم المهاجرة دي هي السبب في تأخر الحمل. فاكر يا دكتور أيمن الفقرة اللي فاتت قلنا نسبة بطانة الرحم المهاجر، نسبة انتشارها في حالات تأخر حمل قد ايه؟ فاكر الرقم؟ يوصل لحد كام؟ يوصل 50%، لحد 50% من 25 30 لحد 50%، يعني نص حالات تأخر الحمل بيكون عندهم
بطانة الرحم المهاجرة. الحالة دي هنتعامل معاها إزاي؟ هو ده اللي احنا هنقوله النهاردة. كيف نتعامل، أو بشكل آخر الطريقة المثلى للتعامل مع أكياس الشوكولاتة؟ أول حاجة زي ما احنا كنا بنتكلم، الغام الرحم المهاجرة وأدت إلى وجود كيس في المبيض، فهي الغام الرحم المهاجرة من الدرجة مش البسيطة اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده، لا دي من الدرجة متقدمة شوية، هي ممكن تكون الدرجة الثالثة أو الرابعة، اللي هي أدت إلى وجود كيس ما يسمى بالكيس الشوكولاتة اللي موجود في المبيض. مشكلة البطانة الرحم المهاجرة أو مشكلة الكيس ده إن هو ممكن يؤدي لتأخر الإنجاب بكذا صورة. أول حاجة يعمل التصاقات، التصاقات دي ممكن تؤدي إلى إن الأنبوبة تبقى مقفولة أو ما بتأديش بوظيفتها بصورة واضحة أو صورة تامة، وبالتالي خلل عضوي، يعني خلل في العلاقة ما بين المبيض والأنبوبة. تاني مشكلة ممكن يؤديها إن وجود حالة من الالتهاب في الحوض وأجسام معينة بتؤدي إلى تأخر زرع الجنين في الرحم ما يسمى بالسيتوكاينز وأجسام تانية. تالت حاجة ممكن تؤدي إلى خلل في الهرمونات، يعني إحنا عندنا الكيس بقى مستحوذ على جزء كبير من المبيض، وبالتالي يحصل خلل في الهرمونات زي هرمونات اللي مسؤولة عن التبويض، وبالتالي ما يحصلش تبويض بصورة منتظمة، أو لو حصل يبقى فيه تأثير على حاجة زي جودة البويضة، وبالتالي بطانة الرحم المهاجرة هنا وصلت لمرحلة إن هي بقت سبب رئيسي في تأخر الإنجاب، وبالتالي محتاجة تعامل. نرجع تاني نقول التعامل ما بيبقاش حاجة واحدة، هو التعامل بيعتمد على حالة الزوجين. إحنا في ناس بنقدر نتعامل معاهم إن إحنا نقول إحنا هنبتدي نمشي سكة إن إحنا نستنى حمل تلقائي، يعني نعمل منظار نستأصل بطانة الرحم المهاجرة أو نستأصل جزء منها وندي علاج هرموني يقلل نشاط بطانة الرحم المهاجرة، وبعديها نستنى بطريقة أو بأخرى الحمل التلقائي مع مساعدة بسيطة زي التنشيط. لا، في حالات تانية بنقدر نقول لا، إحنا واحدة جاية فوق 35 سنة أو الزوج عنده برضه هو مشكلة في الحيوانات المنوية، ساعتها بنقول إن إحنا لا، إحنا محتاجين دلوقتي إن إحنا نتدخل بصورة أكبر شوية ونلجأ إلى وسائل إخصاب مساعدة متقدمة شوية زي الحقن المجهري لزيادة فرص الإنجاب، وما نضيعش وقت أو ما نضيعش مجهود ونعمل حاجات ممكن ما تؤديش إلى النتيجة المرجوة في الآخر. خلينا نتكلم عن المريض ده اللي اتقال له لا اعمل الدوالي، وفي مكان تاني لا قال له انت لا ما تعملش الدوالي، ملهاش لازم اعمل الحقن المجهري. قد يكون الاحتمالات واحدة من ثلاثة، قد يكون الكلام اللي اتقال له في مركز الخصوبة صح، ان هو المفروض دلوقتي يعمل حقن مجهري لان ده افضل ليهم كزوجين. قد يكون طبيب امراض الذكورة اللي قال له لا انت تعمل الدوالي دلوقتي هو الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث لا، هما الاثنين غلط، ان هو هذا الرجل محتاج علاج هرموني، محتاج علاج لحاجة تانية. خلينا نبدأ نفسر الكلام ونبدأ بالأول، امتى المريض ده محتاج ان هو يعمل حقن مجهري مش دوالي؟ لما يتجاوب على سؤال مهم، هل الزوجين دول بيمتلكوا رفاهية الوقت ولا لا؟ لانه في النهاية انا وظيفتي كطبيب امراض ذكورة غير ان انا اشخص انه عنده دوالي وانها سبب في الضرر، ان انا اشوف فرصهم الانجابيه. بمعنى هل السيده سنها كبير، هل السيده سنها صغير لكن مخزون المبيض قليل، فاحنا ما نمتلكش فرصه ان انا اعمل له عمليه الدوالي واستنى 6 شهور واشوف الاستجابه اخبارها ايه. فدي اول حاله او اول احتمال بيبقى الصح هو الكلام اللي سمعه في مركز الخصوبه. الاحتمال الثاني اني لما قيم ان الراجل ده ممكن ما يستفدش من الدوالي، لو لقيت هرمون الغده النخاميه مرتفع، لو لقيت حجم الخصيه صغير وضامر، ده من العلامات ان حتى لو في دوالي ممكن ما يستفدش منها. وده اللي دايما بنقوله لزملائنا، وده القواعد الطبيه، انا اتخاذ قرار ان مريض يعمل دوالي من غير مسأل عن الزوجه ما ينفعش. وده القرار الجراحي، القرارات الجراحيه القليله في تخصص طب الذكوره، ان انا لازم اعرف، لانه ببساطه لو هو عنده دوالي ومؤثره لكن هي الانابيب مسدوده، ما هي كده كده هنعمل حقن مجهري. فاحنا اذا الاحتمال الاول قد يكون موجود لو هي دي الاسباب. تعالى نتكلم في النقطه الاهم اللي هتجرنا، امتى الدوالي لازم تتعمل؟ الدوالي لازم تتعمل لو في 3 شروط. الشرط الاولاني
انه رجل يعاني من تاخر الانجاب. الدوالي دي زي ما قلنا موجوده في 20% من الرجاله، احنا والكرول موجود لو عديناهم وعملنا النسبه في 3 مننا عندنا دوالي. لا هنا لا ان شاء الله في الترابيزه دي لا بالظبط لا ولا كرول ناس غلابه برضه. في فرق ان انا عندي دوالي لكن مخلف وعنديش مشكله، او عندي دوالي وعندي تاخر انجاب، ده موضوع تاني. وبنقلة اكتر لو واحد يقول لي لا ده انا مخلف مرتين. الدوالي مسؤوله عن 60-80% من تاخر الانجاب الثانوي، لانه ببساطه كانت الدوالي عنده بسيطه من الدرجه الاولى، ربنا كرمه وخلف، بعد كده زادت بقت من الدرجه الثانيه والثالثه، فابتدى تاثيرها يزيد. الثانوي يعني له سبب ان ده السبب، وان هو خلف قبل كده. فهو مش معنى ان خلفت قبل كده ده لو جالي انا ببقى باول حاجه بفكر فيها ان السبب في ان انت بعد ما خلفت السائل المنوي عندك ضعف هي دوالي الخصيه. يبقى الشرط الاولاني ان يكون عنده تاخر في الانجاب. الشرط الثاني هو ان يبقى تحليل السائل المنوي متاثر، لانه ببساطه لو انا عندي دوالي ومش مأثره على تحليل السائل المنوي مش من المفترض ومش من الصح ان انا اعمل عمليه الدوالي. وده ناتج ان احنا مع الابحاث وتكرارها والبحوث المجمعه، لما كنا بنعمل البحث المجمع على نفس المرضى ونشيل الواحد اللي هو تحليل السائل المنوي بتاعه متأثر، انه الناس اللي عملت دوالي السائل المنوي طبيعي او اللي دوالي غير محسوسه، لقينا انه ده يعني بيقلل نتائج جدا من عمليه الدوالي. يبقى الشرط الاولاني الراجل متجوز والخلفه اتاخرت، الشرط الثاني السائل المنوي متاثر، الشرط الثالث وهو هام جدا انها دوالي محسوسه اكلينيكيا مش متشخصه فقط بالاشاعه. طب انت ليه يا دكتور بعد ما باجي بفحص عندك وبتحس دوالي وبتقول انا عندي دوالي بتقولي لا لو سمحت اعمل سونار لهدف تاني خالص، لهدف ان انا اعرف عدد الاوردة عشان اعرف لما ادخل اعمل العملية هربط ايه، عشان اعرف هل في اوردة تحت الخصية، لان احنا الدوالي في دوالي اساسية ودوالي فرعية وكل ده بيحتاج يتربط بالميكروسكوب، عشان كمان اعرف هل في ارتجاع دموي ولا لا، لان ده بيرتبط بضعف الخصية. فلو في الثلاث شروط دول المريض ده يعمل عملية الدوالي مادام انا عندي رفاهية الوقت. وهو ريهام عاطف محمود عبد الرحمن، محافظة الجيزة من أوسيم. أنا متجوزة بقالي 6 سنين. أنا كنت صراحة كنت رحت للدكتور عملت عملية قبل كده، عملية حقن مجهري، وما حصلش نصيب لأني ما حسيتش أصلا فيه اهتمام عند الدكتور اللي أنا عملت عنده. لما جيت هنا حسيت باهتمام جامد وصراحه وقفوا معايا وقفه جامده، وكان الدكتور ممتاز. اول ما جيت في مركز الرياض طلبوا مني تحليل، عملت تحاليل الحمد لله الحاجه اللي كانت عندي ظهرت، لان ما كانش عندي كيس دم في الرحم، فالحمد لله الدنيا بقت تمام بعد ما عملت التحاليل ووقفوا معايا. الحمد لله كانوا كويسين معايا. استقبال مركز الرياض كانوا واقفين معايا جامد، لما كنت بسأل على اي حاجة كانوا بيجاوبوا عليا، لو في اي استفسار صراحة كانوا واقفين معايا، كانوا ممتازين. قسم عمليات مركز الرياض كانوا صراحة نعمل الاهتمام، وصراحة نظافة ما شفت زيها، اول مرة اشوف كده واهتمام جامد صراحة. شكرا لهم جدا في مركز الرياض. لا صراحة ما حسيت ان انا حامل، يعني كانت فرحة ليا جامدة، كنت مبسوطة جدا انا وجوزي، حتى بقناش يعني مش قادرة امسك نفسي من كتر الفرحة، كنت فرحانة جدا مش قادرة اوصف فرحتي. اول سونار حمل ليا صراحة مستنية الوقت ده من اول ما عرفت ان انا حامل، وفرحانة جدا مش قادرة استنى صراحة، بستنى مستنية اللحظة ان ندخل فيها للدكتور، فرحانة جدا.
أهلا بكم، واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق. يكفي أن أنا أقول لكم أن بداية عنواننا النهاردة عنوان مهم جدا، اسمه العيوب الخلقية عند الأطفال. في نوعيات معينة من العيوب الخلقية، كل العيوب الخلقية مخيفة ومحزنة، لكن في عيوب خلقية قد تكون فيها خطورة على حياة الطفل. حياة الطفل ده ممكن تكون في خطر شديد إذا كانت العيوب الخلقية مثلا في القولون أو في فتحة الشرج. خلينا نقول إنه الأسرة لازم يكون عندها تنبؤ لمثل هذه العيوب الخلقية. الثقافة عند الأسرة هنا مهمة جدا، لأن الأسرة هي المحرك الأول، هي المتحرك الأول، هي المحطة اللي هتتحرك بالطفل عشان تروح للمتخصص. هنا في أكتر من نقطة مفصلية، فهم الثقافة، العين الخبيرة، الحس الطبي اللي يكون عند الأسرة، وفهمهم لكلمة قيمة المتخصص، لأنه ديت حالات مش أي تخصص يعرف يتعامل معها، لازم جراحة أطفال. طبعا بيدور في دماغ الكثيرين جدا ما هو سبب العيوب الخلقية ولماذا زادت في الفترة الأخيرة. هل زادت نتيجة التلوث البيئي الموجود، بعض السلوكيات، انتشار بعض أنواع الأدوية اللي بتتاخد بدون إشراف طبي، الكحول بيعمل عيوب خلقية، المخدرات بتعمل عيوب خلقية، حدوث عدوى أثناء الحمل؟ لكن يظل في حالة واضحة جدا أن معظم حالات العيوب الخلقية ما بيبقاش لها سبب واضح مباشر. الجراحة ما بتهتمش بالبحث عن الأسباب، هي بتهتم بالوضع الحالي، بتصحيح الوضع الحالي. طبعا احنا في الطب العام كله لازم نهتم بان احنا نقلل العوامل دي عشان نقلل العيوب الخلقية، لكن اذا حدثت هذه مسؤولية جراحات الأطفال اللي انا فهمها النهاردة بالتفصيل. النهاردة متعة خالصة بلا شك، انا بنتظر هذه الحلقة بفارغ الصبر، لان ضيفي واحد من قمم جراحات الأطفال في الوطن العربي، وايضا لأسلوبه الرائع جدا في السرد وقصصه الجميلة التي لا تنتهي، من قلب العناية، من قلب أوضة العمليات، من قلب الاستقبال، من قلب حالات، كل قصة مثيرة جدا في كل جزء من مصر بسمعها سواء قبل الحالة أو أثناء الحالة. أكيد القمة العلمية الكبيرة والاسم القدير في هذا المجال، واحد من الميجا ستارز لعالم جراحة الأطفال، الأستاذ الدكتور أحمد الشامي، أستاذ جراحة الأطفال وحديث الولادة، الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر، عضو الجمعية المصرية لجراحة الأطفال، وعضو الجمعية المصرية لجراحات المناظير، وجمعية الجراحين المصرية، واستشاري جراحات الأطفال وحديث الولادة، الاسم القدير. منور الدكتور. الله ينور عليك دكتور أيمن، بيسعدك. مش الله ينور عليك، الله يخليك. اختيار النهارده الموضوع، يمكن عمالين نرفع زي ما بيقولوا إثارة حلقتنا النهاردة، واحدة من نقول التوب ابيسودز، من حلقات القمة في الإثارة. عايز أبدأ الأول بمعنى التشوهات الخلقية في القولون والشرج نفهمها بس. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، القولون جزء من الجهاز الهضمي. عندنا دايما بنقول إن الجهاز الهضمي بيبدأ بفتحة الفم وينتهي بفتحة الشرج. الأنبوبة دي عبارة عن أنبوبة فيها مشاكل كتيرة جدا خلقية، اختلافات، تشوهات، عيوب خلقية كتيرة جدا. بنقسمها عندنا أبر جي آي تي زي ما كنا بنقول زمان، وميدل ولور، جهاز هضمي العلوي والوسط والسفلي. عشان نفهم، احنا النهاردة بنتكلم على الجزء الأسفل من القولون أو الجهاز الهضمي، اللي هو القولون المستقيم، الشرج، فتحة الشرج. طب ليه بنقول فتحة الشرج والمستقيم أو القولون؟ في نسبة حدوث تشوهات عالية، بتبقى مرئية، قد تختلط الأمور على بعض الأطباء، مش الأم، لا ده بعض الأطباء، فيصاب الطفل بمشكلة كبيرة جداً إذا لم يتم تداركها في أوائل الساعات الأولى من الحياة. حضرتك قد يعني تندم الأسرة بالكامل ندم ما ينفعش معاه ندم تاني. بمعنى حضرتك هنقول إن في مشكلة حصلت ما تعالجتش صح، سواء كانت تايم فاكتور، وقت
وقت التدخل الجراحي كان تو ليت او كان مش متخصص هنفاجئ او للاسف هنصطدم بارض واقع ان مش هنقول بقى طفل، هنقول الطفل في مرحله الطفوله، في مرحله الشباب، في مرحله الرجوله هيبقى غير قادر على التحكم بنسبه 100% في البراز. فبما ان حضرتك زياراتنا مختلفه لاماكن كتيره في الجمهوريه وخارج الجمهوريه، فبنلاحظ ده. بيجي لك حضرتك شاب 18 سنه 20 سنه ولسه لابس الحفاضه. مجرد ان هو دخل لحضرتك تقدر تلمح بخبرتك وسنوات خبرتك، وهو داخل الطفل عليك او الشاب عليك بيبقى داخل حضرتك حاطط وشه في الارض وحياته كلها وتقدر تقول ان الاسره لها دور كبير جدا في تحوله الى عضو فاسد في المجتمع. الطفل لما او الشاب لما خلاص حضرتك هيبقى منبوذ من المجتمع كله. في بعضهم فعلا بيبقى عدواني زي ما جدا يعني عضو ممكن يبقى يتجه للمخدرات لا قدر الله. عضو فاسد مش حكايه بقى تنمر، ده انت ودنك كبيره، ده انت مناخيرك كبير، لا 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 دي حاجه مؤثره، حاجه مؤثره. الولد ما بيتحكمش في البراز فعنده لابس الحفاضه 24 ساعه، لو راح المدرسه تخيل حضرتك، انا بشوف بيجي المدرسه رفضت ورجعت لهم الدوسيه بتاعه والفايل بتاعه، احنا مش عايزين ابنكم معانا في المدرسه. دي مأساة كبيره جدا. تخيل وصلت لدرجه ايه؟ قول لي بقى حضرتك مستريح ماديا، قول لي انا هوديك هعمل له مدرسه، لا مش هينفع. المدرسه وادارات المدارس رفضت دخول الطفل، ما بيتحكمش في البراز، فبالتالي ريحه الطفل وحشه، فبالتالي ما ينفعش يقعد جنب زمايله وكل واحد ايه ده ايه ده ايه الريحه دي ايه ده، حد مش عارف يتعامل معاه ده، فاضطر يقعد في البيت. قاعد في البيت طبعا هو لسه صغير ممكن يقعد في البيت، طب لما يبقى 7 سنين وعشر سنين و12 سنه هيخرج للمجتمع، المجتمع هيرفضه فهيتحول الى عضو فاسد في المجتمع، وللاسف شفنا كتير من هذه النوعيه. وده كله كان مين؟ كان خطا او تقصير من الاب والام كاسره. طفل مولود بدون فتحه شرج او فتحه الشرج مش في مكانها. كنت في اسيوط الاسبوع اللي فات، طفله فتح حاجه اسمها فيستيبولار اينس، فتحه الشرج مش موجوده في مكانها، فتحه فين؟ في البستير فرشيت، فين؟ في المهبل، جنب المهبل بالظبط، بينهم ميلي. حضرتك احنا بنعمل بتاع ده بعد الولاده مباشره، بعدها بشهر، بعدها بشهرين، بنعمل يعني شوف حضرتك خط اللي احنا دخلنا في موضوع على طول بدون مقدمات ولا بدون حاجه، لان هو ده الهدف، هو ده التارجت. ثلاث سنين وجايه تقول طب اعملها دلوقتي ولا استنى شويه؟ قلت لها لا ما تعملهاش خالص. والنظام بتهكمي، يعني ما تعملهاش خالص، هي كده لا هتنفع تتجوز ولا هتتحكم في البراز وهتطلق تاني يوم وترجع لك تقعد عندك في البيت وخلاص الموضوع بمنتهى البساطه كده. ففي انت بتتعامل مع مستوى معين ثقافي واجتماعي وتعليمي، فلازم تتعامل معاهم بلغتهم وبفكرهم. طب ايه؟ حضرتك كانت المفروض انها اتعملت. وهي 6 شهور دلوقتي. حضرتك لما قلت يعني احنا بنعمل بننقل فتحه الشرج ازاي؟ بنحضر القولون. نحضر القولون لمده كام يوم؟ اسهل بكتير من انا النهارده لما اجي هعمل العمليه دي هنا هعملها كولوستومي او كفرنج كولوستومي. ليه؟ لان انا لو نقلت فتحه الشرج لازم اصوم البنت اقعدها 15 يوم في المستشفى قبل العمليه احضرها، وتقعد اسبوع في المستشفى ان بي او، يعني ما فيش حاجه عن طريق الفم خالص، وتمشي محاليل ودم وبلازما وكلام من، وبعد العمليه ب 15 يوم تقعد في المستشفى عشان ما تاخدش اي اكل برضو عن طريق الفم، لان انا مش عايز ستول، مش عايز براز. البراز هينزل على مكان العمليه الشرج تحت، الغرز هتفك، هيحصل فيبروس تاني، هيحصل استينوزس تاني، يعني هيحصل تليف وضيق وكاننا ما عملناش حاجه، وتقعد بموسعات الشرج طول تقعد لاقي كام سنه تقعد توسع بموسعات الشرج. دخلنا في امساك، دخلنا في انتفاخ قولون، دخلنا في التهاب تقرح في القولون، دخلنا في بيرفوريشن، في بروتونايتس، العيانه ممكن تموت. الطفل يموت.
أنا بشرح الكلام ده للأم، الأم مستغربة، هو ده كله ممكن يحصل لبنتي؟ آه والله ده النتيجة. النهاردة لما تيجي بتقولي أنا عايز أعمل عملية، قلت لها حضرتك هنعمل عملية، أول حاجة هنعملها هعمل تحويل مسار براز لحضرتك لبنتك، هتقعد بيه كده شهرين أو ثلاث شهور، بعدين نعمل العملية، وبعدين ثلاث شهور تاني وبقفل الكولوستوم عبال ما نشغل، ومش هديلك إقرار إن العملية نجح كتحكم بنسبة 100%. يعني بنتك ممكن ما تتحكمش في البراز، ده مش تقصير مننا، ده العلم، ده العلم اللي بيقول كده، الجراحة قالت اخيرا لك كده. احنا بنقول نعمل عملية بدري، وبنعملها في اماكن معينة. حضرتك في جهاز اسمه، حضرتك عارف اسمه، بينا ستيميوليتور. لما بنيجي نعمل العملية دي حضرتك، احنا بضرب ان احنا بسيرسجيت الابروتش، يعني احنا بنشق الطفل في بين الاليتين في خط المنتصف ده، في عضلات وبتشق الصمام. حضرتك لو 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 دخلنا يمين ملي او دخلنا شمال ملي، هندخل في العضله، هتدخل في العضله، العصب اللي بغذي العضله اتقطع، ما دخلتش في البلين الصح، يبقى انا هاجي اعمل سفنكتر، هاجي اعمل صمام، مش هعمل صمام صح، يبقى اوريدي العمليه كلها مش هتبقى بايظه بمعنى كلمه البوظان كأم. وهو ده تقول لك الفرق ليه المصاريف دي كلها، ليه المستشفى كده، ده فلان كان بيقول انا عاملها في المكان الفلاني بكذا، مش القصه، ده الجهاز لوحده عشان تعملها عشان تحكم. هو الام مش في دماغها او الاسره مش في دماغها الكلام ده، هي بالنسبه لها اسمها عمليه، هروح اعمل العمليه عند فلان او هتعمل العمليه عند فلان، ده هياخد جنيه، ده هياخد 5 جنيه، بس ايه ظروف العمليه وتتعمل فين وتتعمل ايه، وفي الامكانيات والاجهزه المطلوبه لانجاح العمليه. هتعمل العمليه النهارده، هيقعد الطفل ما يتحكمش او الطفله ما تتحكمش مدى حياتها تساوي ايه، بغض النظر عن الماديات، ودايما مش بنقول الماديات هي السبب الرئيسي، عندنا مستشفيات جامعيه، كلنا شغالين في اساتذه جامعه وبنشتغل في مستشفيات جامعيه، وبيبقى الغير القادرين بنحولهم مستشفيات الجامعه ونشتغلهم، ما فيش فيها مشكله، ودايما مش الماده هي الوحيد اللي تخليك تروح تعملي هنا او هنا وتتهاوني في حق ابنك او بنتك. طب نقرب شويه الاعراض، يعني الاسره تسال هو كانت ايه البنت اشتكت من ايه في المشاكل دي كلها بالظبط، او الولد. هو ده احنا كنت حضرتك في بتتكلم في البدايه، الام النظر الثاقبه، هو كل يعني معظم حاجات الاطفال اللوم كله يقع على الام. الام ممكن حضرتك الطفل كان بيشتكي من امساك، طبعا مسؤوليه الام اللي مسك مسؤوليه، بمعنى كعرض، يعني الطفل يتولد لازم يعمل البراز الاسود ده او الاسود ده في اول 24 ساعه، لكن عدى يومين وما عملتش، عدى 3 ايام وما عملش، هيرش سبرانج. هيرش سبرانج مشكله في حركة تضخم، بالظبط تضخم اسمه ميجا كولن، او اسمه تضخم القولون، اسمه عدم وجود خلايا عصبيه في القولون، عدم وجود موصلات عصبيه او محطات نقل عصبي في القولون، في القولون بيتشخص ان اول 24 ساعه ما جابش براس. كتير يقول لك ده هيعدي بكره، هيعدي، اديله البوسه. وقلت لحضرتك مره كان كمثل شهير، اتولدت في مستشفى محترم جدا على ايدي دكاتره محترمه جدا، وعدى 24 ساعه الام ما جابش الطفل، ما جابش براز، الام بتتصل بدكتور الاطفال، الولد ما جابش براز لغايه دلوقتي، لا اديله البوسه ما فيش مشكله، اديله البوسه. فالام بتدور على فتحه الشرج عشان تحط اللبوسه، ما لقتش فتحه شرج، يا دكتور انا مش لاقيه فتحه الشرج، مش لاقيه فتحه الشرج، راحت فين فتحه الشرج؟ طب هاتيه، طب روحي للدكتور فلان، طب كلمي علان. حضرتك جت للحاله بعد 48 ساعه، خش عمليات بسرعه، كان اللي هو الامبرفورت ايرس، ما عندناش فتحه شرج نهائي، مش الهيرشز برانج كمان، لا ده ما كانش فيه فتحه شرج، دخلنا عملنا كولوستومي فورا بعد ساعتين ثلاثه، المفروض ان ده كان يتشخص ما قبل الولاده. طب عدت، يبقى انت وانت في اوضه العمليات وانت بتستقبل الطفل، دايما بنقول الفتحات، الفتحات دي مهمة جدا في أي طفل بيتولد، كل ما هو مفتوح لازم تبص، فتحة الأذن، فتحة العين، فتحة الأنف، فتحة الفم، فتحة الشرج، دول لازم يتفحصوا كويس قوي وانس إن الطفل نزل، حتى لو بأسطرة، يعني فتحة الفم حتى بدخل الأسطرة لا يكون تراكوسوفاجيال فيستولا. يبقى روحت 48 ساعة، ممكن كان يحصل مشكلة جدا كبيرة جدا. من ضمن الحالات اللي بيبقى فيها مشكله في
في فتحه الشرج ان حالات الامبرفورت انس بيبقى معاها ناسور داخلي، بتبقى حضرتك فيستلا نفق مش منتهيه وخلاص، لا ده القولون جه فين؟ فتح فين؟ فتح في مجرى البول، يا اما في اليوريثرا نفسها في مجرى البول، يا اما في المثانه البوليه نفسها. ويجي الولد ما بيجيبش او البنت ما بيجيبش براز من الشرج، ده بيجيب بول وبراز من قدام. تيجي تقول الام انا لا، وكتير جدا وفي امهات يا فندم حضرتك واعيه جدا تقول لك ده جاب قطعه براز قد راس عود الكبريت من قدام، وده قد تختلف عليها اتنين يعني، يقول لك لا ده ما جابش حاجه، والتاني يقول لك يمكن كانت جايه من 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 فتحه الشرج، لا تقول لك لا لا فتحه الشرج ما جابتش حاجه، ده كانت حاجه صغيره جدا وكانت انا متاكده انها جايه من قدام. الكلمه دي حضرتك يتعمل عليها بحث، ان هو جايب حته صغيره كلام، انا بدخل الطفل وبعمل له اشعه صاعده بالمسالك وادخله واعمل له منظار على المثانه البوليه، او اعمل اشعه بالصبغه صاعده على المسالك البوليه، لان ممكن يكون في فيسلس كونكشن يعني في ناسور ما بين الجهاز الهضمي والجهاز البولي، وتيجي تعمل العمليه نقل شرج فقط وما تعملش الناسور، وتفاجئ ان انت عندك كوارث بعد العمليه، العمليات كلها ضربت ودخل يورين يعني بول. ليكت يعني سربت بول, بول, بول على براز المنطقه اللي تحت دي بقت اسمنت. عشان لو انت جدع واكبر جراح في مصر لم ولن يجرؤ ان هو يفتحها بعد ما يحصل الموضوع ده. اذا لازم ابص، مش بقى زي ما بيقولوا ده دي باين عليها يعني زي دي مش يعني مش مجرم واحد، مش بس عدم وجود فتح الشرج ده مجرم واحد، ده في ممكن يكون مجموعه مجرمين. ممكن يبقى في ناسور مع الخصه، ممكن يبقى في ناسور عصعصي، ممكن يبقى في حاجات تانية احنا في اصابه يعني بالظبط في كونجينيتال، حاجات الطفل بيتولد بيها فتحه الشرج ضيقه جدا زي خرم الابره اسمها بين هول. بين هول دي يعني فتحه خرم الابره، الام تدور عليها ما بتلاقيهاش، بتيجي احنا بنعملها دي لو انوماليز اللي هي اللي تحت، ودي سهله تتعمل. الهاي هي اللي بتبقى مشكله ان القولون منتهي فوق شويتين وتبقى كارثه. المشكله ان هو ساعات الناسور الشرجي كلام للاسف الام كتير جدا، ده بدات بخراج، بدات دايما الناسور بيبدا بايه؟ بخراج. حضرتك تروح الام الولد عنده حبايه، عنده دمل، عنده خراج جنب فتحه الشرج، ورحنا للدكتور كتب له على علاج واداله الانتي ايديمتس الادويه، وفي ناس كتيره جدا لغايه هذه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها في القرن ال 22 ويقول لك اعمل له عجينه بسكر، حط بصله، قسما بالله دي حقيقه وانا بشوفها. وتلاقي الواد عنده تو فيستولا، ناسور وناسور ناسور، وراح قال لك لا 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 ده هيروح لوحده، وادي له المضاد الحيوي ده لسه ما عملش راس، لما يعمل راس بيضه هنبقى نفتحه. كنا دايما بنتعلم زمان وبنعلمها للطلبه دلوقتي، لطلبه البكالوريوس والماجستير وحتى الدكتوراه، ان في كان عندنا كام اريا كده في الجسم ما بنستناش الفلكتويشن. يعني ايه؟ يعني حضرتك 48 ساعه ولازم تفتح تضرب مشرط، من ضمنها حوالين فتحه الشرج، مجرد ان حصل احمرار والتهابات ما هنا ما بنستناش لغايه ما يحصل يا جماعه تعمل راس بيضه وتعمل معرفش ايه وندي علاجات وندي هنا ما فيش الكلام ده. هنا 8 في اول 48 ساعه يخش العمليات، نضرب ضربه مشرط رهيبه كبيره واسعه، وندخل صباعنا وننظف ونحط في تيل 24 ساعه 48 ساعه، حضرتك الغيار يبقى هو كده الدور انتهى، يعني خراج اتعاملنا على انه خراج والموضوع منتهي. حضرتك بقى خايف كأب، حضرتك رحت للدكتور أطفال لا 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 ادي المضاد الحيوي ده واللبخه دي وهيبقى زي الفل، وهيبقى زي الفل، هترجع لي بعد اسبوعين ثلاثه هعمل لك عمليه بقى كبيره نصور. هعمل لك ناسور. وحضرتك لو رحت لدكتور الاطفال تاني وقال لك لا لا ده غير وادي العلاج تاني، هترجع لي بدل ما هو برانش واحد يعني ناسور واحد بقى متشعب، اسمه متشعب. يبقى هرجع تاني واقول لحضرتك ان انا بعد ما اعمل الناسور المتشعب هتمضي لي على اقرار ان انت مسؤول عن التحكم بتاع ابنك، انا مش انا المسؤول، لان حضرتك انت تو ليت بتاعت فؤاد المهندس الله يرحمه تو ليت تو ليت
ان انت وصلت متاخر قوي فكان عندك قطعت السفنكتر الصمام بتاع التحكم، وانت قطعه بمزاجك كده مش غصب عنك، انت عشان تشيل الناسور لازم تقطعه. طب لو هتشيل 2 ناسور لو 3 ناسور بنشوفها كتير جدا والله، يعني الناس بتصبر، لا ده خراج، ده هيروح لوحده، ده علاج مضاد حيوي، ده كذا، وطالما اختفى، لان الناسور حضرتك بيعملوا ايه؟ يعني بياخد العلاج لمده، الطفل استريح وبقى زي الفل، والام مش شايفه حاجه لمده شهر واتنين، تقول لك بص ده انا رحت للدكتور وقال لي عمليه، انما رحت للدكتور تاني ده اداني علاج وخف. ثقي تماما انك هترجع للجراح بعد كام شهر بمشكله اكبر، لان الناسور ما بيروحش لوحده، الناسور كده كده هو موجود، والالتهابات الموجوده في الغده جنب فتحه الشرج كون انها مختفيه حاليا فهي نايمه، بس ما اختفتش ومش هتروح لوحدها، هيظهر بعد شهر، هيظهر بعد شهرين، للاسف بتبقى مشكله كبيره جدا. دايما لقاءاتنا مع بعض مستوى الادرينالين فيها بيعلى، بتاعي بيقع. مش عايزين نرفع الادرينالين، لا 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 خليه يرتفع. لا لا هو لازم يرتفع، لازم يرتفع عشان الناس تفوق. ضيف العزيز القمه الهلمه الكبيره صاحب الادرينالين في حلقته العالي. ربنا يخليك دكتور ايمن، بتسعدني جدا بوجودك بجد، تمتعنا على مستوى الثقافه وعلى مستوى الفهم. صحيح بنتشد شويه، لكن لازم في الحته دي نتشد شويه، لازم نذاكر القمه العلميه الكبيره. الاستاذ دكتور احمد الشامي، استاذ جراحه الاطفال وحديث الولاده، الاستاذ بكليه الطب جامعه الازهر، عضو الجمعيه المصريه لجراحات الاطفال والجمعيه المصريه لجراحات المناظير وجمعيه الجراحين المصريه واستشاري جراحات الاطفال وحديث الولاده، كان ضيفي في الناس الحلوه. خليكم مع الناس الحلوه. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعيه الاوروبيه لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم، النهاردة حلقة مهمة جدا، واحدة من أهم حلقاتنا على الإطلاق، واحدة من الحلقات اللي فيها يعني قرب شديد من مقصدنا الأساسي، وإحنا بنتكلم على الثقافة الطبية. هدفنا في الأساس من برامجنا الثقافة الطبية. طيب عندما يتعلق الأمر بمنطقة بيبقى فيها الخجل والتأخير والتطنيش والتأجيل في الاستشارة الطبية هو الأساس، ودي طبيعة مهمة جدا، لأن عنوان الحلقة النهاردة الناسور الشرجي. جراحات المستقيم أو أمراض المستقيم التي تستدعي إلى جراحة هي واحدة من كلاسيكيات الثقافة، مش في مصر ولا في المنطقة العربية، في العالم كله في التأخير. يعني تختلف الأمر عندما نتحدث عن برانشات تانية، في ناس في برانشات تانية بتحرك بسرعة، يعني مثلا مشاكل القلب بيتحركوا بسرعة، لكن هنا يتعلق الأمر بثقافة الخجل، التأخير، التطنيش، البحث عن بدائل في بعض الأماكن في العالم كله، بدائل اللي بيسموها الشعبية، ده في الآخر بيدفع المريض ثمن غالي جدا. التأخير يا جماعة في المجموعة دي مش إقليمي ولا عربي فقط ولا شرق أوسط، لا ده العالم كله بيتأخر، بس طبعا مع الفارق. يعني احنا بنشوف هنا ناس بتقعد فترات طويلة، ضيفي العزيز هيحكي لنا النهاردة قد ايه ممكن يقعد فترات طويلة عنده الحالة وصابر عليها بمشاكلها الكبيرة. الأمر يختلف في أوروبا، ممكن يتأخر شوية لكن، أو في أمريكا المسألة برضو بدأت تقل قوي بقى وخلاص، هناك أنا اشتكيت النهاردة لازم أروح أكشف. المنطقة بتاعت اللور جي اي تي أو الجهاز الهضمي السفلي واحدة من مقاصد الثقافة الطبية، إن أنا لازم أروح أكشف مبكرا جدا. العنوان مهم، وأكيد الضيف مهم جدا طبعا، ضيف العزيز المبدع في حواره دائما اللي بيسعدني بالطريقة العلمية الجميلة والأسلوب والمناقشة العلمية الممتعة، ضيف العزيز الأستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمدير لمؤسسة هيمو كيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم، الاسم المتميز للغاية والمشارك الرائع في الثقافة الطبية في هذه المنطقة. أهلا بك. ازيك دكتور أيمن؟ ازي حضرتك؟ وحشتني جدا. أنت أكتر والله. عايز أبدأ الحوار الأول بالمعنى ده قبل ما أدخل في الموضوع، لأن أنت أكيد من يعني أقول إيه الملاحظين والمهمومين بتأخر المرضى في المنطقة بتاع التخصص. صحيح، يعني انت لخصت الحكاية كلها في المقدمة كالعادة. ربنا يخليك. الناسور الشرجي من الحاجات اللي أعراضها ما هياش فيها وجع قوي، ما فيش حاجة تخلي المريض
يجري قوي، يعني مش متوجع قوي فيروح يجري على الدكتور. عايزه مريض يبقى فاهم وعارف ان في مشكله مرضيه اسمها نسور شرجي، لانه طول ما هو مش عارف ان في حاجه اسمها نسور شرجي مش هيعمل حاجه، لانه في الاغلب مش متوجع، ما عندوش مشاكل مرضيه كبيره قوي، شويه اعراض صغيره هنبقى نتكلم عنها كمان شويه، لكن اهمال وتاخير علاج النسور الشرجي حاجه صعبه جدا الحقيقه، لانه النسور الشرجي من الحاجات اللي ما بتستناش. باقي امراض الشرج ممكن نتعامل معاها شويه يعني، او في درجاتها البسيطه ممكن ناخد شويه ادويه ويمشي الحال، زي الشرخ والبواسير ومش عارف ايه في بدايه الحكايه ماشي، ممكن ناخد شويه ادويه وشويه لايف ستايل موديفيكيشن، احنا نغير طريقه حياتنا وطريقه اكلنا ومش عارف ايه تعدي. لكن نسور الشرج ما بيعديش، ونسور الشرج من الحاجات اللي كل ما تتعالج بدري كل ما بيبقى احسن كتير جدا، لانه اذا اخرنا علاج نسور الشرج الحكايه بتكعب الحبتين يعني. نسور الشرج من الحاجات اللي تاخيرها الحقيقه يبقى يعني حاجه صعبه جدا. هل في انواع للنسور الشرجي؟ 100% هي اللعبه كلها كمان في الانواع، خلي بالك اتقسم النسور ده لتقسيمتين. ناس قسمته على حسب التشريح او حسب الاناتومي هو فين، فسموه حاجه اسمها انترسفنكتريك فيستولا، قبلها في شويه انواع صغيره كده زي السوبرفيشال او السبكوتينس اللي هي يا دوبك نسور صغير ما يعديش سنتي سيبك منها. لكن في نسور اسمه انترسفنكتريك فيستولا يعني داخل جوه الانترنال سفنكتر. الشرج يحيط بيه عضلتين مهمين جدا، عضلة ثالثة هنتكلم عنها كمان شوية، لكن الأشياء يعني إن في عضلتين مهمين جدا، العضلة الداخلية ويغطيها من بره العضلة الخارجية. إذا النسور ده وهو ماشي لطش مع العضلة الداخلية نسموه انترسفنكتريك، يعني نسور داخل جوه العضلة الصغيرة. يعني نشرح على الحتة دي. عندنا عضلتين دلوقتي. ده طبعا تكوين الخراج، إنه إذا قلنا إن الغدد اللي بتطلع الإفرازات إذا ما لقيتش مكان تتنزل فيه الافرازات او الضغط اتقفلت هتعمل الخراج اللي موجود قدامنا، مع الوقت هنلاقي ان اللون الاصفر ده بيمشي يجري لبره لان المريض بالظبط عمل النسور او التراك وعمل خراج. في المرحله دي لابد ان المريض والدكتور يفتحوا الخراج بشكل سريع جدا عشان نفضي الدشارج او نفضي الافرازات دي، لانه لو عملنا كده بندي فرصه عظيمه لعدم تكوين النسور، بندي فرصه كويسه قوي اذا الخراج اتعمل كويس انه يقفل ما يحصلش حاجه. لكن اذا اتكونت الفيستولا دي فبنبقى الحكايه صعبه شويه. قلنا في عضلتين، العضله الداخليه والعضله الخارجيه. اذا النسور دخل جوه العضله الداخليه نوع بسيط اسمه انترسفنكتريك يجوز عمله بكل الطرق الموصوفه في العالم. بالجراحه ماشي، بالطرق السيتون مثلا ماشي، بالجلو ماشي ان احنا نقفله، بالحاجات المتقدمه جدا زي الليزر والفافتو يجوز. لكن حتى في الانترسفنكتريك فيستولا او النسور الصغير يجوز عمله بالجراحه، مش يجرى حاجه. وهنتكلم عنها كمان شويه. طب اذا النسور خد الاكسترنال سفنكتر، احنا قلنا ان هم عضلتين واحده هو الخارجي ويغطيها واحده كمان. اذا النسور بقى طلع اوسع شويه وداخل واخد العضلتين، هنا بقى تيجي الخطوره، لانه اذا لمسنا الاكسترنال سفنكتر فاحنا بنحط المريض في خطر عظيم جدا انه يحصل حاجه اسمها فيكال انكونتيننس، انه يحصل عدم تحكم في مروره براسه. النسور ده ليه مرض سخيف وليه يعني الناس حتى اللي عندها نسور شرجي كانت تخاف من اجراء العمليات الجراحيه اللي هي كانت بتعمل بالشكل التقليدي زمان، لانه هي اللعبه كلها هنا، هو احنا عندنا نسور وعندنا قناه وعندنا افرازات وحاجات زي كده، بس هي الفكره انه احنا عايزين نعمل العمليه دي من غير ما نلمس العضلات، لان لمس العضلات هيعمل عدم تحكم في مرور البراز، وساعتها هتبقى المضاعفات اخطر من المرض نفسه. يعني ساعتها المريض ما بيتحكمش في مرور البراز، لكن هو كان عنده مرض شد افرازات. إذا كان النسور بقى له المشكلة من شكوى من حاجة بسيطة متوسطة إلى شكوى خطيرة جدا الحقيقة يعني وحاجة مؤلمة جدا نفسيا يعني. في بقى فوق العضلتين دول عضلة فوقيهم شوية اسمها الليفيتور إيناي، أو العضلة اللي فوقيهم حبتين حوالي 3 سنتي فوق حتى بعد الديت لاين. إذا النسور وصل لحد الليفيتور إيناي نسميه سوبراسفنكتريك، يعني معدي فوق الليفيتور إيناي، وأحيانا حاجة اسمها إكستراسفنكتريك، يعني النسور معدي فوق الثلاث عضلات وفاتح في آخر المستقيم. النوع الوحيد اللي نقدر نعمله باستخدام الجراحه واحنا مطمنين، الجراحه العاديه التقليديه اللي بتعتمد على قطع النسور، هو النوع الاولاني اللي هو الانترسفنكتريك فيستولا، وده بيتكتب فيه يعني احنا بنعرف نوعه ازاي، ولا مفيش حد فينا يعرف الا بالرنين المغناطيسي. يعني هل يجوز نعمل نسور شرجي من غير ما نعمل اشعه اسمها رنين مغناطيسي قبل العمليه؟ لا، لان انا شايف فتحه من بره بس مانيش شايف اللي جوه فين ولا التراك ده معدي فين. الرنين هيوريني كل حاجه بالظبط. فاذا لقينا في الرنين الانترسفنكتريك بنبقى يعني عندنا براح جدا مع المريض انه يقدر يعمل عمليه. انترسفنكتريك يعني نوع معين من النسور بيفتح في العضله الايه الداخليه بالظبط. لكن الثلاث اربع انواع اللي بعد كده الترانسفنكتريك والسوبراسفنكتريك والاكستراسفنكتريك خلاص بقى
لا يجوز الحقيقه ان احنا يبقى اول خطوه هناخدها هي الجراحه، لانه في خطر كبير جدا الجراحه التقليديه العاديه، لان يعني في خطر كبير جدا ان نعمل مصيبه كبيره اسمها فيكال انكونتيننس ما بنخفش منها. لو عمل جراحه في فرصه لحدوث عدم قدره على التحكم في البراز. بالظبط. ده التقسيمه اللي هي التقسيمه التشريحيه لوجود الناسور، وفي تقسيمه تانية قسموه لاربع درجات، 1 و2 و3 و4 على حسب الكومبلكستي بتاعته، على حسب هو معقد قد ايه يعني. اذا كان قال لك اذا كان داخل جوه العضله الداخليه بس نسميه بالدرجه الاولى، اذا كان داخل جوه العضلتين نسميه بالدرجه الثانيه، اذا كان من جوه العضلتين بس ممكن يبقى ليه تشعب تاني يعني. ما هو الناسور ده خلي بالك احنا قلنا انه سكه واحده بس، احنا كان بنتكلم على الناسور ابن حلال قوي يعني، وده ما بنلاقوش كتير، ودايما الناسور بيبقى متشعب يعني هو قناة كبيرة أو شارع كبير وطالع منه حارة صغيرة وحارة صغيرة. إذا كان الناسور متشعب فأصبح الناسور كومبلكس يعني ناسور معقد، يعني ما ينفعش نعمله برضو باستخدام الجراحة التقليدية لأنه إحنا حتى مش هنشوف التشعبات الصغيرة يعني. فتقسم الناسور لتقسيمتين على حسب التشريح وعلى حسب درجة تعقيده. ده التقسيمات كلها بالضبط. واللي احنا شفناه ده يعني اللي هو واحد سيمبل تراك واحد مش متشعب ولا حاجة. وتشخيص الرنين يتشخص بالرنين المغناطيسي طبعا في الاول، طبعا لازم الهيستوري ولازم الكلينيكال اكزامينيشن وحاجات زي كده، فحص الكلينيكي للعيان او التاريخ المرضي والتاريخ المرضي عشان نبقى عارفين العيان ده بيشتكي من ايه، لانه بعض الاعراض تبقى متشابهه جدا الحقيقه عشان نعرف نطلب ايه بالظبط. ما هو مش معقوله كل مريض هيجي لك هتروح تقول له اعمل رنين مغناطيسي، هو لازم الدكتور الشاطر يعرف يختار الفحص المناسب للمريض يعني. عندنا حاجه اسمها بروكتوستيشن، حاجه عظيمه جدا، جهاز بنقدر نشوف بيه مداخل المستقيم، مهم قوي في الفحص في البدايه يعني، بنقدر نشوف حتى شكل الفتحه الداخليه من جوه، نقدر نشوف اذا كان في فتحات اكتر ولا لا، ثم بنطلب من المريض الرنين المغناطيسي. لا يجوز ان احنا نعمل ناسور شرجي من غير رنين مغناطيسي، لانه هو اللي هيخلينا نقدر نقول للمريض حتى شكل الناسور بتاعه ايه وشكل العلاج ازاي يعني. هنروح للمنطقه العلاجيه بقى، المريض هيجي لك، خدنا التاريخ المرضي، عملنا له الام ار اي الرنين المغناطيسي، عرفنا هو بيشتكي من ايه، شرحنا له حالته المرضيه، قررنا او رسمنا الخطه العلاجيه. بالظبط. هي خطه علاجيه. بالظبط. الخطه ديت انا عايز افهمها منك، وخصوصا برضو اكيد هيجي سيره الجراحه التقليديه. بالظبط. ما بين بقى الجراحه التقليديه وما بين التطور اللي حصل كمان. بالظبط. العلاج تطور جدا جدا في علاج الناسور الشرجي. هقول لك على جمله بتكتب في علاج الناسور الشرجي ده في المراجع العلميه، انه اول حاجه يكتبوها انه مفيش جولدن رول، مفيش يعني ليه الناس كلها هتلاقي الناسور الشرجي ده بيتعالج بحاجة عند واحد وبيتعالج بحاجة تانية عند واحد تاني وبيتعالج بحاجة تالتة عند واحد تاني، لأنه مثلا مش زي الزايدة مثلا، مش المريض مثلا عنده التهاب في الزايدة فاحنا عارفين هنفتح فين ونخش نعمل ايه وخطوات محفوظة، هتلاقي الجراح اللي في أمريكا بيعملها والجراح اللي عندنا بيعملها والجراح اللي في أوروبا بيعملها. لا، الناسور الشرجي مش كده، مفيش حاجة، مفيش قاعدة ذهبية في علاجه، مفيش خطوات كل الجراحين يمشوا عليها واللي يعمل غير كده يبقى غلطان. علاجه في ما قبل حوالي يعني يمكن 40 سنه من النهارده كان كل الناس بتعمل حاجه اسمها فيستيلوتومي او فيستيليكتومي، انها تخش ببروب ما بين الفتحه الخارجيه والفتحه الداخليه فنبقى جوه القناه نقطع الحته دي. احنا قلنا انه في انواع، فاذا كنا هنقطع الناسور وهو داخل في العضله الداخليه بس ماشي مش هيجرى حاجه، المريض يعاني من شويه حاجات كده زي الجز، زي انه ما يتحكمش قوي في مرور الغازات مثلا او حاجه، لكن بعد كام شهر بتتحسن. لكن هل يجوز ان احنا نبقى الفتحه الداخليه والخارجيه والناسور ده معدي جوه كل العضلات المسؤوله عن التحكم في المبراز ونقطع؟ لا، مفيش جراح بيعمل كده الا اذا كان جراح مش واخد باله قوي. الجراحه الحقيقه حاجه عظيمه جدا، وبيعملها في مصر هنا اساتذه عظماء جدا الحقيقه يعني، والحقيقه ناس يعني اساميها تتلف في حرير يعني، لكن ما مش هيقدر يقول للمريض بتاعه ان هنعمل عمليه و100% مش هيحصل عدم تحكم في المبراز، مش هيقدر. لو قال كده يبقى غلطان، لانه في ريسك في الكتاب من 30-50% من يعني من كل 10 هيعملهم في 3 أو 5 في الكتاب هيحصل لهم كارثه. الكتاب يعني يعني على اسس روحيه هي الافضل. بالظبط. بالظبط، ان بيست هاندز زي ما بيقولوا يعني، في افضل الايادي. بالظبط. طيب، نسبة كبيرة جدا، نسبة كبيرة جدا، وعشان كده بدأت الناس كلها كل العالم الحقيقة بيدور في علاج الناسور الشرجي ده على حاجات غير الحتة دي، على علاج للناسور الشرجي غير الجراحة التقليدية. تطورت الحكاية إلى إن احنا بقينا بنعالج الناسور الشرجي ده في حاجة اسمها كاتنج سيتون، قال لك طب ما نحط ما بين الفتحة اللي بره واللي جوه حاجة اسمها كاتنج سيتون أو حتة فتلة حرير كده أو فتلة برولين زي ما بيقولوا، وكل يوم نقعد نشدها شوية نشدها شوية، فنبقى بنقطع حتة من العضلات بس على ما نقطع حتة يكون اللي بعدها خفت، تكون اللي بعدها خفت فتمشي.
فضل شغالين بيه الحقيقه فترات طويله جدا يعني بالكاتنج سيتون ده، برضو لقوا ان المرضى نسبه كبيره الحقيقه برضو بيجي لها عدم تحكم في مرور البراز، الى ان تطورت الحكايه لحاجات كتير جدا. بقى في شابتر في الكتب وفي المؤتمرات وحاجات زي كده اسمها سفنكتر بريزيرفد تكنيكس، ايه التكنيك الجديد اللي يحافظ اولا على العضلات اللي حوالين الشرج بحيث انه يتحكم المريض في التبرز. بالظبط. فبقينا بنقدر، واحنا بقى هنتكلم على شويه الحاجات دول، ان احنا اول حاجه نقولها للمريض انك هتعمل عمليه ومش بقى 99% و100% مش هيحصل عدم تحكم في مرور البراز. فبقى الهاجس الكبير الخوف من حكايه عدم التحكم في مرور البراز خلاص ركنها على جنب بقى، خلاص مش هتحصل ابدا. بقينا بنعالج النسور باستخدام تكنيك عظيم جدا اسمه الفيلاك او علاج النسور الشرجي باستخدام الليزر، اللي بيعتمد انه بدل ما نقطع النسور من وسط العضلات ونضحي بجزء من العضلات، طب ما نقفل التراك على بعضه، ما نقفل الفتحه الداخليه ونقفل القناه ونقفل الفتحه الخارجيه، فخلاص فالنسور قفل على بعضه. فكره عظيمه جدا الحقيقه، زي ما هو بالظبط كده في الفيديو. كنا بنخش بالبروب ده ونحط الجايد بتاعنا ونخش من ورا. الجايد يعني معناه دليل معين، الدليل بتاعنا عشان نقدر اصل الحاجات دي رفيعه قوي يعني القناه بتاعه النسور دي ما هياش يعني في اعظم حالاتها بتبقى 8 مللي 7 مللي حاجات زي كده. فنخش بالقسطره بتاعه الليزر لحد جوه، لازم نقفل الفتحه الداخليه. 80% من نجاح العمليه يعتمد على قفلان الفتحه الداخليه، لو الجراح ما قدرش يوصل للفتحه الداخليه بنحكم بنسبه كبيره على المريض على ارتجاع المرض. فلازم تقفل جوه الحقيقه. ثم بنقفل القناه بتاعه النسور باستخدام الليزر، اجراء عظيم جدا وكانت نسبه نجاحه من 75% ل 85%، في حاجه عظيمه جدا. طيب واجهتنا مشكله في التكنيك ده الحقيقه، الحمد لله احنا يمكن يعني مش عايز اقول اكتر ناس لكن يمكن يعني احسن ناس اشتغلت في الحكايه دي، شهادتنا مجروحه، لكن كنا شاطرين خالص في الحكايه دي وبنوصل حتى في اعظم نتائجنا لحد 80 85%. معنى كده ان من كل 100 انت عملت لهم عمليات في 85 واحد خف، لكن في 15 واحد بخفش. ليه؟ لانه قد يكون النسور ده متشعب. طب لو هو ليه تراك يمين او شمال وانا داخل بالقسطره، ما انا مش هشوفها يعني، انا مش هشوف فين التراك اليمين او الشمال ده، فهحرق وهنسى التشعبات اللي كانت في الجنب. فبقينا بنعمل مع لو تركت التشعبات دي ممكن تعود مره اخرى 100% 100% 1000% 1000% هتبدا تحفر تاني وترجع تاني. اه نفق ممكن يقعد بقى شهور او حاجه بس يرجع ويرجع تاني. بقينا بقى الحقيقه وبقالناش يعني فتره طويله، لكن بقينا بنستخدم حاجه اسمها الفافت مع الفيلاك. ايه الفافت ده؟ هو الكاميرا. الفيلاك هو الليزر. الفيلاك هو التكنيك اسمه فيستولا تراك ليزر كلوجر، هو الفيلاك. والفافت ده اللي هو فيديو اسيستد انال فيستولا تريتمنت او علاج النسور باستخدام الفيديو وانت شغال. احنا بقينا بنخش جوه النسور زي ما حضرتك شايف كده باستخدام كاميرا صغيره جدا، نقدر نخش اللي حضرتك شايفها الانسجه البيضة دي هي الانسجه بتاعه النسور. طب لو هيبان دلوقتي حالا ان انت داخل جوه النسور جوه 7 مللي 7 8 مللي بالكتير، انت بتخيل بقى التراك ده الكاميرا اللي داخله دي قد ايه، صغيره جدا الحقيقه. فبقينا بنقدر نشوف ما داخل النسور زي ما احنا كده، يعني احنا كده جوه التراك نفسه يعني جوه حاجه صغيره جدا الحقيقه. فبقينا بنقدر نشوف واحنا بنحرق باستخدام الليزر ايه حته اتحرقت كويس، ايه حته احنا ما خدناش بالنا منها، اذا كان في تراك في النص خدنا بالنا منه جدا ونقدر نخش جواه، لان انت خلاص شايف برؤيه العين يعني. الحقيقه ان النتائج بقت عظيمه جدا مع استخدام الفافت والفيلاك، وصلنا لنجاح 90 95%، وناشرين الحقيقه بحث في مجله عظيمه قوي اسمها انترناشونال جورنال اوف كارنت سيرش في عدد مارس 2020 اللي فات ده، حاجه عظيمه جدا الحقيقه. نسبة نجاحنا فيها الدراسة اتعملت على 1000 مريض، نسبة نجاح فيها 94%. انت نورتني كالعادة وحبتعتي وشرح ما شاء الله، رغم ان التقنية صعبة لكن احنا بسطناها للناس، واعتقد الناس انا براهن على ثقافتهم انهم يحفظوا الفيلاك يحفظوا الفافت، واسميهم جميلة ولذيذة سهلة مش لازم تعرف يعني التفصيلة بالتفصيل يعني لان انا نفسي بنساها، لكن تعرف انه هذه النوعيات من التقنيات اتاحت للمعاني المريض المصري او العربي اللي بيعاني من مثل هذه الحالات المرضيه المزعجه جدا والمؤثره واللي بتاثر طبعا على صحته وبتاثر على حركته. تخيلوا المريض دوت ما بيقدرش يخرج، ما بيقدرش يقعد في اجتماع، ما بيقدرش يروح، ساعات يبقى حبيس بيته في نوعيه حساسه جدا، ما تقدرش ممكن جدا يسيب شغله، يسيب شغله ويقعد في البيت خلاص. وطبعا لو متجوز ممكن يسيب اهله، يعني هتبقى مشكله ضخمه جدا، ولو هو هش نفسيا هتبقى القصه ابعد من كده واخطر من كده بكتير. فنحن نبحث عن اكتمال الثقافه. انا حلمي بقى زي ما انت حلمك انك تتصدى للنسور،
ومن ضمن رحلات الكفاح المميزة جدا، أنا برضو حلمي إن إحنا نتصدى لما يسمى بغياب الثقافة الطبية. بتخض جدا لما ألاقي ناس ما عندهاش فكرة عن حالات مرضية، بتخض جدا جدا. والخضة بدأت تزيد في الفترة الأخيرة لأنه بدأت أحس إنها مسؤولية شخصية علي، وطبعا على ضيوف الأعزاء. فأنا بشكرك شكرا جزيلا على أنك أنت يعني مشارك رائع في الثقافة في منطقة أعتقد أن دي أصعب المناطق أو واحدة من أصعب المناطق في الثقافة المصرية والعربية. ضيف العزيز القمة العلمية المتميزة وطبعا الأدائي الماهر أستاذ الدكتور محمد النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم وعضو جمعية الأوروبية لجراحات الشرج والمدير لمؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم، كان مبدعا كعادته في الناس الحلوة. خليكم مع الناس الحلوة. الأستاذ الدكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة والأمراض التناسلية بكلية الطب جامعة أسيوط، استشاري أمراض الذكورة والحقن المجهري مركز خصوبة. أهلا بكم. النهاردة لقاء مهم جدا مع قيمة علمية كبيرة في موضوع مهم. بلا شك الضعف الجنسي واحد من القضايا الهامة جدا. عندي أربع أبحاث وأربع دراسات في العالم كله، منهم دراسة تقلق جدا بتقول إن إحنا عندنا 322 مليون راجل في العالم يعاني من ضعف جنسي. في أمريكا في 30 مليون، في أمريكا في 30 مليون شخص يعاني من ضعف جنسي، رقم يعني مذهل. البريطانيين يعني مهتمين قوي، دي دراسة بريطانية اتعملت بالسكر من النوع الثاني، وقالت إنه في أكيد علاقة وثيقة بين السكر من النوع الثاني وبين الضعف الجنسي. وكالة الأدوية الأوروبية مهتمية جدا في فرنسا وفي ألمانيا، كتبوا دراستين متناسقتين عن تأثير حبوب الاكتئاب، وفي بريطانيا كمان. والحقيقة البريطانيين لقوا أنه 5 مليون بريطاني بيؤدي أو بياخد حبوب اكتئاب، حبوب مضادة للاكتئاب يعني. فلو أن هذه الحبوب اللي بتضاد الاكتئاب بتؤثر على القدرة الجنسية، راح رادد عليهم بقى الأمريكان بدراسة رائعة جدا قالت إن النكد والحزن والتوتر في الشغل بيؤدي إلى ضعف انتصاب وضعف قدرة جنسية. وقالوا إن الرجل إذا كنت تريد أن تفقد قدرتك الجنسية وتفسد حياتك فلا عليك إلا أن تستسلم لنوبات الغضب والعصرية وتترك النكد ينهش عمرك. ده تعبير يعني اللي هو أمريكان على طول، بص عايز تبوظ حياتك نكد على نفسك، عايز تبوظي حياة جوزك وحياتكم الزوجية نكدي عليه. أنا بشوف ناس يعني في الشارع باين النكد في الشارع، متخيل بجايين داخلين يشتروا حاجة يا خارجين يعملوا شوبينج في يوم لطيف، هي عماله تبص له بصات غريبه وهو بيرد عليها مالكيش دعوه دلوقتي استني قدام الناس. يعني المساله صعبه قوي. راح بقى القنوات الفضائيه عاملين يعني في دراسه كده في العالم بقى كله خصوصا في الوطن العربي، يعني قال لك ان في بيع الوهم اللي للمرضى اللي بيعانوا من ضعف جنسي في ادويه لا لها مصدر، مجهوله المصدر وما لهاش اي جهه بتراقبها. الكلام ده على مستوى الوطن العربي كله، وعملوا اعلانات. طبعا يعني هو اللي هم الدراسه ان الاعلانات دي فيها برضو خدش للحياء، ماشي هي فيها خدش لكل حاجه مش للحياء بس، فيها خدش للحياء وخدش للعلم وخدش للضمير وخدش للحقائق وخدش لفلوس الناس لجيوبهم، حاجه يعني مسخره الناس طيب الضعف الجنسي واضح ان العالم كله يعني مهتم والدراسات كتيرة جدا وكل واحد باصص من جهته، إشي حالات مرضية إشي أدوية إشي حالات نفسية وضغوط زوجية وضغوط إنسانية إشي هبل في الفضائيات اللي تحت السلم وأدوية وبرامج في فضائيات ملهاش علاقة بالعلم خالص. طب تعالوا نحط الكلام دوت على مائدة العلم ونفهم كيف نتعامل مع الضعف الجنسي. ضيفي العزيز
القيمه العلميه الكبيره والاسم اللامع في هذا المجال الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره وتاخر الانجاب، الاستاذ بكليه الطب وصاحب دكتوراه امراض الذكوره بكليه الطب جامعه القاهره. نورتنا يا فندم، وهذا شرف كبير لنا. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. ما هو تعريف الضعف الجنسي؟ زي ما حضرتك ذكرت موضوع الضعف الجنسي ده هو موضوع الساعه. فموضوع الضعف الجنسي ده انا معرفه ان انا عندي ضعف في القدره على استمرار او بدايه العلاقه الجنسيه او اتمامها بشكل مرضي. وده للاسف يعني احنا عندنا تقريبا دلوقتي حوالي يمكن 10% من الشباب او الرجاله عندهم مشاكل في الضعف الجنسي، والمشاكل دي بتزيد مع السن. يعني انا عندي السن الصغير في نسب قليله تبدا ب 10 مع مراحل العمر، يعني عند 40 سنه تمام ممكن توصل ل 20%، عند 60 سنه ممكن توصل ل 40%. الناس اللي عندهم سكر النسب اختلفت بشكل كبير، فبقوا يعني نسب عاليه جدا. مع كل مرحله زمنيه هي نفس نسبه الاصابه، يعني الناس اللي عندهم 40 سنه وعندهم سكر 40% منهم عندهم ضعف جنسي، اللي عندهم 50 سنه وعندهم سكر 50% منهم عندهم ضعف جنسي، وهكذا. فالنسبه بتزيد قوي خصوصا مع مرضى السكر، لكن هي بشكل عام هي نسبه لا باس بها، نسبه كبيره. يعني 10% دي من المجتمع او من الرجاله، دي نسبه مش قليله. تصلب الشرايين برضو طبعا لسه شايفين. ومهما تعددت الاسباب بتاعه الموضوع ده، اذا كانت هي اسباب نفسيه او اسباب عضويه، زمان كانت دايما القصه بتتجه للاسباب النفسيه اكتر نتيجه ل عدم التقدم في وسائل التشخيص. لكن بعد ما وسائل التشخيص بقت متاحه دلوقتي وبقينا نشخص، لقينا النسبه كبيره قوي هي نسبه عضويه، 50% عضويه و50% من الاسباب نفسي، وكتير قوي بنلاقي فيه مزيج من الاسباب، يعني اسباب نفسيه مع اسباب عضويه. هي دايما بتبدا بعضوي تمام، ومع الضغط النفسي بسبب الموضوع ده بتخش في مشاكل نفسيه. بس برضو الناس اللي عندهم احيانا سكر نتيجه ان هو احساسه انه عنده سكر وسوف يصاب بضعف جنسي، نفسيا هتلاقيه عنده ضعف جنسي برغم ان هو ممكن يبقى عضويا سليم ما عندوش مشكله. فموضوع ضعف الجنس ده موضوع مهم جدا، ومهم ان احنا نتعامل معاه بطريقه جيده ونعرفه عشان نعرف نتعامل معاه. مريض الضعف الجنسي المشخص له اكتر من طريقه، من طريق في العلاج. ايه الطرق المحتمله في العلاج؟ دايما احنا الضعف الجنسي ليه وسائل او مراحل علاج مختلفه. اذا كان هو ضعف نفسي فاكتر طريق ليه ان احنا نعمله علاج نفسي. والعلاج النفسي ما اقول للمريض ان انت الموضوع مش عضو نفسي، مش معناها يقول لك لا ده نفسيتي كويسه قوي، انا تمام، انا مبسوط، ما عنديش اي حاجه. فعلا هي مش نفسيه معناها كده، معناها ان انت عندك اكتئاب وعندك مشكله نفسيه، لا. نفسيا معناها هي توتر الانجاز، بيرفورمانس انكزايتي. يعني ايه توتر الانجاز؟ يعني انا عريس وجاي متجوز ومترقب لحدث ما، وانا بسمع عنه وبسمع عن الفشل فيه، وخايف ان انا ممكن اكون واحد من اللي بيفشلوا في الموضوع ده. فاكيد الضغط النفسي ده والتوتر بيخليني انا مش داخل على جواز، لا انا داخل امتحان، وممكن مع الضغط اللي داخل امتحان ده ينسى المعلومه. فانا الضغط النفسي ده بيخليني متوتر. القدره الجنسيه او الانتصاب بالذات وظيفه مختلفه عن وظائف الجسم تماما، تتاثر بشكل سريع جدا بالحاله النفسيه. في ثواني ضخ الدم اللي هو شغال ده يحصل انقباض للشعيرات، يروح ينتهي الانتصاب، إشارة واحدة من المخ تنهيه في ثواني. فإذا أنا الموضوع خدته بضغط نفسي وقعدت مترقب لنفسي، يا ترى الانتصاب هيحصل ولا لا، يا ترى هيبقى كويس ولا لا، يا ترى هنعدي اليوم ده ولا مش هنعديه، يا ترى هبقى زي فلان ولا اللي حصل ولا طول ما أنا دخلت في هذه الدايلمة خلاص هخش في حاجة اسمها توتر الإنجاز. ونعرفه ازاي؟ يقول لك انا كل الامور تمام مع المداعبات وكل حاجه كويسه، لكن نيجي ساعه الجماع نفسه يروح الانتصاب ينتهي. ده خلاص ده توتر انجاز. وكل ما بيحاول مره وبيفشل فيها بيخش في حلقه مفرغه، فشل يجيب فشل، يزود الضغط النفسي اكتر، والموضوع ممكن يستمر مش ايام لا ايام واسابيع. فطبعا ده موضوع مهم جدا ان احنا نكلم المريض ونفهمه انت الموضوع ده لا تترقب نفسك خالص، عيش حياتك عادي، اعرف بعض المعلومات. ايه هي؟ ان انت مش لازم تبدا العلاقه الجنسيه بانتصاب، لا مش شرط. في ناس هو متوقع ان هو لازم هو قاعد يحصل له انتصاب يبدا العلاقه الجنسيه، لا مش مظبوط.
ابدأ الفور بلاي أو المداعبات هيحصل انتصاب. تمام. الحاجة التانية معلومة لازم تعرفها، خلي بالك إن أنت وممكن أثناء العلاقة يحصل دروب للانتصاب، وارد وارد مفيش مشكلة، لو أنت دماغك سرحت شوية أو توترت هيحصل. طب نعمل إيه؟ ما تتوترش خالص، هيرجع تاني. طالما ما حصلش قذف هيرجع تاني في خلال ثواني أو دقائق معدودة، مفيش أي مشكلة. تمام. فلازم تعرف المعلومة دي عشان هو يما يحصل الكلام ده ما يتوترش، خلاص انتهى الموضوع، توتر خلاص، لكن نسترخي ونكمل مداعباتنا هيكتمل الموضوع. لازم أديله معلومة عن الفسيولوجية بتاعت الانتصاب وفسيولوجية المكان نفسه. أحيانا بيبقى عندنا جهل بالمعلومات التشريحية، عريس متجوز مش عارف المكان أو إزاي هيتعامل أو الأوضاع أو فلازم أديله معلومات. الزوجة تعاونها مهم جدا. إحنا كتير قوي ولغاية سنين فاتت كنا دايما الضعف الجنسي اللي هنا بنقول ليلة الجواز أو الهاني مون امبوتانس أو الويدنج نايت، كنا بنقول خلاص ده ضعف جنسي بسبب الزوج. اكتشفنا في السنوات اللي فاتت إنه هو الزوج مسؤول عن 50% فقط لا غير، و 50% التانيين سببهم حاجة اسمها فاجينيزمس أو التحجر الأنثوي. إن الزوجة نفسها من خوفها من الموضوع وتوترها وعندها معلومات خاطئة أو قبض من زمايلها، وقد تكون معلومات مقصودة أو غير مقصودة، إن الموضوع الدخول أو العلاقة في أول يوم ده قد تكون يعني فيها مشاكل صعبة، وقد يكون معها نزيف، أو قد تكون الموضوع صعب جدا. تمام. فهي تبدأ تحتاط من ذلك، يحصل لها انقباض غير إرادي للعضلات اللي حوالين المهبل، عضلات الحوض، أحيانا عضلات الفخذين نفسهم ينقبضوا وبشكل عنيف فيخلي الموضوع صعب جدا. لقينا الناس دول كتير، يعني 50% بسبب الفاجينيزمس. فعشان كده حتى دلوقتي بينما نقولش ضعف جنسي ليلة الزواج، لا هو مش ضعف جنسي، هو فيلير اوف ديفلوريشن، فشل فض غشاء البكارة ايا كان السبب، لان احنا اكتشفنا ان في جزء تبع الست وفي جزء تبع الراجل، عشان الراجل ما يشيلش كل المهمة. وكتير قوي بيجهلوا الموضوع ده، ان الست ملهاش علاقة وازاي ما هي موجودة ودورها سلبي. لا، هي مش دورها سلبي، هي دورها ايجابي، واحيانا دورها بيبقى مقاوم، فمهم جدا. فالعلاج النفسي مهم قوي للشريحة من الناس دي. نيجي للناس اللي هم عندهم مشاكل عضوية ومشاكل في الشرايين وتصلب وسكر ومدخنين وعندهم سمنة، دول بيصابوا بنوع عضوي. النوع عضوي ان احنا الدورة الدموية للذكر ما بتتمش بشكل كويس، فدول لازم نحاول نظبط الأسباب منهم. إذا كنت أنت عندك وزن زيادة خس، امتنع عن التدخين، امتنع عن الكحوليات، امشي اعمل رياضة، اضبط السكر، اضبط الضغط، كل ده هيدينا نتائج بشكل كويس جدا. بعد كده بخش في مرحلة تانية ان انا اديله العلاجات. في ادوية كتيرة دلوقتي بدأت يعني في الوقت الحالي للضعف الجنسي، انواع مختلفة جدا، وكل دواء انا بقدر اوظفه الحالة. يعني في ادوية تنفع للصغيرين لانها بتمتد على فترات طويلة، ده ما ينفعش للكبار. لا، في دواء بيشتغل بسرعة ادي لواحد تاني، فبقدر اوظف الادوية دي بشكل معين وبنظام معين، واديه للمريض لفترة معينة واحاول اسحبه منه واخليه يعتمد على نفسه عشان يمشي بشكل طبيعي. الدواء فشل ومفيش نتائج من الدواء، بخش على مرحلة تانية اللي هي الحقن الموضعي، ان انا ناس الكبار اللي عندهم سكر واللي هم مش مستجابين للأدوية خالص وخلاص، لا، في حقن أدوية معينة بتوسع الشرايين، دي حقنة زي الإنسولين، بعلم المريض يديها لنفسه ويستخدمها قبل الجماع مباشرة، بتديني انتصاب كويس جدا والمريض بيمشي بيها بشكل طبيعي جدا. فشلت هذه المحاولة او انا عندي تليف مش هينفع اديها، او المريض مش حابب، او ما جابتش نتيجة معاه، أخش للحل الأخير اللي هو الدعامات الذكرية. الدعامات، إذن السؤال الكلاسيكي الطبيعي، ما أنواعها بقى الدعامات؟ كيف تجرى عملية الدعامات؟ التحضير اللي قبل العملية بيتم إزاي؟ الدعامات الذكرية أنواع مختلفة، منها المجموعة الهيدروليكية ومنها المجموعة الديناميكية. الديناميكية أو الدعامات اللي هي المرنة أو السيمي ريجيد، دي دعامات سيليكون مدعمة بحاجات معينة. تمام. بنركبها في النسيج الكهفي للعضو الذكري، وبتعتمد على قدرتها الديناميكية انها تدي اكزي ريجيديتي، قوة انتصاب عمودية تمكن من اتمام العلاقة بشكل كويس جدا. النوع الثاني النوع هيدروليك، بيعتمد على نوع من انواع السائل في خزان معين بندوس عليه، بيحصل بيعمل انتصاب كويس وبيتم الموضوع بشكل كويس. ايه الفرق؟ الفرق في الكونسيلمنت او اختفاء الانتصاب. الدعامة اللي هي المرنة بالانتصاب بعد ما بنخلص جماع نقدر نتنيها او نفردها، لكن بيبقى فيه جزء من الانتصاب موجود. الدعامة التانية بيختفي الانتصاب تماما. طيب
العيب بتاع دي ايه؟ الدعامه الهيدروليكيه عيبها ان احيانا ممكن يحصل فيها مشاكل في البامب او المضخه بتاعتها تخليني ارجع اعمل عمليه تانية عشان اصلح المشكله دي. الحاجه الثانيه انها برضو تكلفتها للمريض غاليه جدا عن الدعامات الثانيه، فتفضل الدعامات المرنه هي الحل العملي والافضل للمريض. بختار انواعها مختلفه وبعمل عمليتها بتحضير معين لازم اعمله كويس جدا. بمعنى اولا قرار الدعامه ده قرار مهم، مش كل مريض مصاب بالضعف الجنسي هعمله دعامة. الحاجة التانية ان انا ما اخدش قرار الدعامة على اشعة الدوبلكس بتاعت شرايين الذكر. ليه؟ احنا في دراسة دلوقتي اتعملت ان احنا اشعة الدوبلكس دي يعني في اكتر من 50% نتيجة بتبقى خطأ. يعني نروح نعمل دوبلكس يطلع لك تسرب في الاوردة، ضعف في الشرايين. لو انا همشي ورا الكلام ده على طول عملية، مفيش حل تاني، هنعمل دعامة. الكلام ده صح؟ لا مش مظبوط. الأشعة دي لو ما اتعملتش بطريقة معينة وبجرعة معينة من الدواء اللي أنا بديها أو الحقنة اللي بديها قبل الإشعة، ولو ما كانش اللي عاملها متخصص وفاهم الموضوع، القراية بتاعتها هتطلع مش مظبوطة والتقرير مش مظبوط. ولو أنا مش فاهم الموضوع هدخل المريض حتى لو هو كان شاب صغير في عملية، والكلام ده مش مظبوط. أنا لازم أقيم الموضوع ككل مش بس الإشعة، لا أنا أسمع من المريض بيحصل لك انصاب الصبح، بيحصل لك انصاب بالليل، طب في فترات بتبقى كويس. كل ده بيخليني اقول لا المشكله دي مش مشكله عضويه، لا ما تتحلش بدعامات، لا ندي علاج، نستنى تمام ونخلي الدعامه دي الحل الاخير. الدعامه اما بتتعمل في دون يعني موضعها هي مشكله، لان هي عمليه برضو مش سهله ومحتاجه تظبيط كويس وليها مضاعفات احيانا تتم. حتى لو الامور مشيت كويس الانتصاب الطبيعي اللي خلقه ربنا هو احسن من الدعامه باي شكل من الاشكال. انت وجودك معنا شرف كبير لينا، ودائما علم غزير ما شاء الله وموجه، يعني العلم اللي هو التاور زبايد، فده شيء احنا بنفتخر به. شكرا لحضرتك. ضيفي العزيز القمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره وتاخر الانجاب، الاستاذ بكليه الطب، صاحب دكتوراه امراض الذكوره وتاخر الانجاب بكليه الطب جامعه القاهره، كان ضيفي في واحده من ارقى حلقاتنا على الاطلاق واكثرها حساسيه في مجتمع شرقي. ينبغي ان يكون الحوار دقيق للغايه، مرتب للغايه، ليس منجرف نحو الإثارة الرخيصة أكيد، ولا مبالغ في العلم المعقد اللي ممكن المشاهد ما يفهمش. المنطقة الوسطى دي صعبة جدا خصوصا من قيمة علمية متميزة، لكن احنا بنحرص على ان حوارنا يكون واضح ليكم وننبهكم بشكل مباشر من الابتعاد عن أولئك المروجين للخرافات والخزعبلات. عندك ضعف جنسي ده انت معمول لك عمل ومربوط وتعالى نفكه لك، اصل العمل ده مرمي تحت بيت قديم اتهد واتبنى مكانه بنزيمه، فلازم نهد البنزيمه ونجيب العمل من تحتها ونجيب، وهو محطوط تحت البتاعه ام 95 بتاعه ال 95. في ناس بتقول كلام في الحتت دي ربنا ينتقم منهم، الناس اللي بتودي شباب مشاوير كبيره من الضلال والهبل والجهل ربنا ينتقم منهم. خليكم من الناس الأسنان شيء مهم جدا، وعالم الأسنان عالم سحر. أنا قعدت سنين على ما وصلت إن لا أنا هعمل أشعة مقطعية وأنا بخلع ضرس العقل عشان أنا مش عايزة مشاكل. مريض السكر لازم التراكمي بتاعه ينزل، ما قلتش أبدا إن مريض السكر مش هيزرع. المشكلة بتقابلني في التقويم إن بيجيلي العيان أوريدي مركب الجهاز، الحالة متشخصة غلط ويقول لي صلحي. العالم فيه تقدم كبير جدا في العيادة الأسنان جدا. كتير بقى قوي قوي يجي يشتكي من درس ويقول لك أنا عملته علاج جذور وطلع خراب وقعد ينزل في مدة وحصل وحصل وحصل، أبص في بقه الدرس مش موجود أصلا. مساء الخير، أخبارك إيه؟ عامل إيه؟ الحمد لله، وحشني والله. هو خايف يوريك سنانه. أنا اكتشفت إن موضوع التشخيص موضوع في منتهى الأهمية ومحدش مديله حجمه. هرمون الهبل ده موجود فيك عادي. ملوش أي علاقة. العقل اللي رايح مسافر ده مش ملوش علاقة تدخل عند السعادة ولا لا. لازم الناس يكون عندها منطق إن الدكتور مش تاجر. الدكتور بيتارجت نتائج اكتر من المريض نفسه. ليه؟ لان انا سمعتي فرحتك.
الدكتور إسراء أحمد السعيد، استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كلية طب القصر العيني، ماجستير جراحة الفم والأسنان كلية الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا، عضو الجمعية الأمريكية لجراحين الأسنان. البعض مننا بيعتقد أن تبعات إهمال مشكلات الأسنان تعود على الأسنان بالفقد أو بالتلف أو بالمظهر السيء وحسب، ورغم فداحة التبعات دي إلا أن المسألة أكبر بكتير من مشاكل الفم وحده. الدراسات المتعددة ربطت بين إهمال مشاكل الأسنان وبين الإصابة بأمراض خطيرة قد لا يتوقعها الجميع. فعلى سبيل المثال، ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نبض القلب يرتبط أحياناً بمشكلات تتعلق بضرس العقل. وطبقاً لتقرير نشر على موقع شبكة RTL الألمانية، فإن تسوس الأسنان يرفع خطر التعرض لأزمة أو سكتة قلبية. وفي السياق نفسه أورد التقرير إنه إذا ظهرت مشكلات في الأنياب فلا بد أن تفحص الكبد وكيس الصفراء، كما أن الناب في الفك الأعلى يمكن أن يؤثر على العين. دي كلها مجرد أمثلة. أهلا بكم. في أشياء في الأسنان تأثيرها على الأسنان موجود، بعضها مشهور جدا وبعضها أقل شهرة وبعضها ربما لا يخطر على بال الكثيرين. عندي ثلاث أمثلة، واحد مشهور، الثاني الثالث هتستغربوا. المشهور هو تأثير السكر. مين فيكم ما يعرفش ان السكر بيأثر على السنان؟ كلنا عارفين الكلام ده. والدراسة الأمريكية الحديثة اللي اتنشرت لسه في الواشنطن بوست قالت انه مرض السكر من النوع الثاني بيزود فرص الإصابة بالتهابات اللثة، بتساقط الأسنان، وقالوا ان السكر بيغير حاجه اسمها الميكروبيوم في الفم، وده بيؤدي الى تغير البي اتش بتاع الفم وبالتالي ارتباطه وثيق بمشاكل الفم والاسنان. بنسلفانيا الامريكيه، جامعه بنسلفانيا الامريكيه هي اللي نشرت هذا البحث او هي اللي عملت هذا البحث وسمته يعني او نشرته في السيل هوست مايكروبيوم. ديت دوريه مشهوره جدا و يعني خوفت قوي من تأثير السكر على الفم. جه بعد كده ده المشهور، يعني كلنا عارفين ده الأقل شهرة اللي قاله مانكينادا سانكراماني، اسم حلو قوي. ده دكتور ربط بين فيتامين دي وبين مشاكل السنان، وقال إنه العظام بتاعت الفك، التئام عظام الفك، قوتها بيعتمد على فيتامين دي. في ناس كتير عندها نقص في فيتامين دي وبالتالي عظام الفك ضعيفة، وبالتالي دول مشاكلهم مع السنان هتبقى كتيرة جدا. يبقى إذن تشرب الأسنان وقوتها وتعظمها ووجود نسبة كالسيوم مرتبط بفيتامين دي. مين فينا عارف المعلومة دي؟ قليل قليل قليل. طيب الحاجة بقى اللي استغربتها جدا، علاقة الأسنان واللثة بالوزن. الوزن الزايد قوي يؤثر على الأسنان واللثة، وقالوا إن الخلايا المسببة لالتهابات اللثة هي نفسها الخلايا التي تلعب دور كبير جدا في إن الإنسان وزنه يبقى زايد جدا. خلي بالكم إن كل حاجة بترتبط بالأسنان بيدرسوها دلوقتي دراسة وثيقة جدا، وفي علاقة وثيقة ما بين مشاكل الأسنان واللثة وما بين مشاكل الجسم، سكر، نقص فيتامينات، زيادة وزن. المسألة في إذن ارتباط وثيق. لكن هيبقى شيء مهم، إنه الأسنان واللثة جزء من الصحة العامة، ودكتور السنان دلوقتي بقى جزء من فريق عام جدا هو الاهتمام بالصحة العامة، وهو أنا في رأيي أنه صاحب مفتاح البوابة دي. البوابة ظبطنا البوابة وخليناها شيك وحلوة ومتظبطة، أكيد البيت من جوه هيبقى حلو. البوابة وحشة، يعني أنت لما نروح نزور حد كده نلاقي البوابة بتاعت بيته وحشة ومتهلكة وبتزيق وبايظة، هل تتخيل أن أنا هطلع عليه قصر يعني هلاقي بيت معمول على أحلى مستوى؟ هيبقى شيء غريب مستحيل، هطلع على أي حاجة بايظة رخرة. السنان والفم كده،
النهارده حوار مثير للغايه مع ضيفتي المبدعه للغايه، بتبدع دائما في حوارها وانا ببقى مبسوط جدا، وخصوصا النهارده كمان لانه النهارده في مفاجآت جميله على مدار الحلقات دي، الحلقه دي والحلقات اللي جايه، عندنا سلسله مهمه قوي اسمها من فم العيان لفم العيان، من فم العيان في حكايه لفم العيان في تصحيح. ضيفتي العزيزه المبدعه دائما الاستاذ الدكتوره اسراء السعيد، اهلا بيك يا دكتوره. اهلا يا دكتوره ايمن. حلوه من بق لبق من فم الى فم. حلو، حلوه فكره حلوه. كيس هتحكي وانت هتظبطي البق، صح الكلام؟ بتاعتي دي بقى، انا بقى هقعد احكي فيها دي، هطلع كل اللي جوايا. انا هحكي لك القصه وانت تقولي لي، هي اسئله ناس ماشي، انا زودت عليها على فكره الاسئله، كنت في لايف دلوقتي وناس سالتني وزودنا الاسئله علشان الناس بتسال اسئله كتير على اللايف، الوقت بيبقى ضيق، فقلت انها هرد عليكم جوه في الحلقه. حلو، يبقى هما يربطوا بين اللايفات اللي في الصفحه بتاعتنا وبين بالزبط اللي هيحصل دلوقتي. انا ساعات هتقمص شخصيات وانا بحكي لك السؤال، اوكي، وساعات هسالك السؤال بشكل طبي رونقي يتناسب مع البدله الشيك اللي انا لابسها، اوكي. يعني ساعات هتقمص شخصيه، اوكي، الشخصيه الكيس الاولاني مش هتقمص حاجه، هسال لك راجل بينقل لك قصه. سنه 30 سنه، عنده وجع شديد بسبب ضرس العقل، بيحس بالوجع على فترات بعيده، هل الافضل انه يخلعه؟ ولو خلعته ايه الضرر؟ طيب، هو 30 سنه عدينا المرحله بتاعه التسنين، فاحنا عايزين الاول نقرر الضرس دوت هنخلعه ولا هنعمل له علاج جذور ونحافظ عليه. فلازم ناخد قرار. الضرس دوت لو طالع في مكانه مظبوط، يعني مش واخد زاويه ميل ناحيه اللسان ولا ناحيه الخد ولا واخد اي زاويه ميل، يبقى الضرس دوت مهم. طيب، لو كان الاوبوزنج بتاعه، يعني الضرس المقابل ليه في الفك العلوي، موجود وشغال وما فيهوش اي مشكله ولا مسوس ولا اي حاجه، والضرس ده بياكل عليه وبيستفيد منه، يبقى الضرس ده على طول هنعمل له علاج جذور ونعمل له طربوش ونحافظ على وجوده. طيب، لو الضرس ده طالع مايل بالعرض او مكسر او طالع في الخد او اللي فوقه مخلوع، ما هو اللي فوقه مخلوع يبقى كده كده هو مش هيندغ الاكل، فهو كده كده ليس له قيمه. يبقى في الوقت ده هناخد قرار ان احنا نخلعه. علشان احنا نخلعه هناخد قرار، يعني هيتخلع عادي يا هيتخلع بعمليه. مين بقى اللي هياخد القرار معانا؟ الاشعه المقطعيه، هي اللي تقول لنا العظم اللي حواليه قد ايه، قريب للعصب الوجهي ولا لا، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلنا، فبنحدد دي عمليه بسيطه ولا عمليه يعني متقدمه ولا معقده ولا القصه هتمشي ازاي. كده يبقى احنا خدنا القرار بناء على الداتا اللي حضرتك قلتها لي، ده هيتخلع ولا مش هيتخلع. حلو كده، المساله واضحه بالظبط. الفير الفظيع اللي الناس بتتكلم فيه بتاع ضرس العقل والبهدله، وهقعد اشتغل 3 ساعات والناس وابن خالتي مش عارفه جرى له ايه، والدكتور خلعه على مرتين وعقله هيخف والكلام ده كله، زي هو جاي بيقول لي ايه، انا مراتي ضرس العقل وتعبها بس انا خايف تتجنن اكتر ما هي مجنونه. قلت له يا فندم مالهاش علاقه، هو يسمى ضرس العقل زي ما هي، مش هو ده اللي هيزود، انت اللي شايف حاجات تانية. لا يا باشا، مش هو شايف يا مجنون. فهي القصه كلها ملهاش علاقه بالعقل اللي هو ده، هو ليه علاقه انه ان ضرس العقل ده بيطلع بعد ما الانسان يعقل، يعني مش طفل بس، دي كل الفكره. يعني الدكتور بيقول لي انه عايز يعمل اشعه مقطعيه، وانا عايز اعمل سنه، ركب سنه اماميه، ليه تعملوا لي اشعه مقطعيه؟ تكلفه وخلاص. الموضوع دوت والله انا تعبت منه قوي. بص يا معلم يعقوب، هو القصه ما فيش حاجه اسمها تكلفه وخلاص. يعني انا ممكن اوريك حالات كتيره جايه تعمل حاجات واصروا ما يعملوش اشعه مقطعيه، وبعد ما انا شكيت في الحاله صورنا اكتشفنا مشاكل حقيقي كبيره. صور لاشعه مقطعيه، يعني مثلا الحالة دي يا دكتور أيمن قد تكون مماثلة لحالة المعلم يعقوب. ده شاب جميل ولطيف وبمنتهى الصحة والشباب، عشرينات يعني أوائل العشرينات كمان، دوت جاي علشان السنة اللي مايلة دي مضايقاه، وداخل بكرة امتحان كلية عسكرية، فهو عايز يعمل لها طربوش ويعدلها. فأنا شكيت في زاوية ميل السنة اللي هي ناحية اليمين، في كيس دهني. والله برافو عليك، ده انت بقيت دكتور مثالي بعد كده. تعال اقرا معايا اشعاعات بقى، وواضح وضوح الشمس اللي هو بقى ايه، ما فيهوش شك. انا شكيت ازاي ان ما فيش سنه بتميل بالزاويه دي بطريقه منطقيه، دي مش منطقيه، دي زاويه غير منطقيه. مرضيش ابدا ابدا يعمل اشعه مقطعيه،
انا عملتها على يعني تكلفتي انا اللي تحملتها، لان ده شيء غير منطقي. عملنا الاشعه، شاف المنظر دوت، طبعا هو قاعد يعيط، مامته قعدت تعيط، طب احنا عندنا بكره امتحان كليه حربيه ولا عسكريه مش فاكره كانت كليه ايه، وما ينفعش ومش ما ينفعش ولازم تلاقي حل. ما هو الاقي حل فين؟ السنه المايله اعدلها، عارف اعدلها يعني ايه؟ يعني اعمل لها علاج جذور وطربوش علشان اديها شكل معتدل. طب والمشكله اللي جوه هعمل فيها ايه؟ ما هو غير منطقي، هيبقى انت كده عملت بروسس ليس لها قيمه. هتيجي بعد 24 ساعه او 48 ساعه تشيل الشغل اللي انت عملته كله، ده كلام غير معقول. في الاخر كلمت معاه وقلت له احنا لو كنا بدانا بالاشعه المقطعيه ديت من قبل كده كنا على الاقل وفرنا يوم احنا عمالين ناخد في مهاترات وكلام ملوش لازمه. لو كنا عملنا الاشعه المقطعيه ديت من كذا سنه كنا برضو وصلنا ان احنا هيبقى عندنا وقت ان احنا ما ندخلش الكليه الحربيه بكره واحنا عندنا مشكله مش عارفين نحلها. برضو حد بص دي حاله تاني تحت شمال ده الناس اللي بترفض. هو دلوقتي عنده فراغ ما بين الدرستين، شايف تحت شمال في درس نايم بالعرض، فوقه في مثلث كده اسنان نايمه على بعض يعني زي مثلث كده، مشكلته في الاكل بيدخل في الفراغ ده. بس طبعا هو مش شايف ان في اي لازمه ولا اي قيمه ان احنا نعمل اشعه. انا مشكلتي بقى مش ببص احل لك الفراغ اللي فوق ازاي، بحل الفراغ ده جه ازاي، الفراغ ده ايه مشكلته، ازاي عدد الاسنان ناقص واحد. ما هو ناقص واحد يا انت خلعه يا مدفون. العيان مش بيصدق، العيان طب بصي سيب اللي تحت خالص ماليش دعوه بيه، حلي لي مشكله الفراغ اللي بيدخل من فوق. ما هو انا هحل المشكله ازاي من غير ما اعرف فين المشكله انا بحلها. يعني مثلا دايما في مثل حكمه اعتقد انها صينيه او حاجه زي كده بيقول لك اول حاجه تحل بيها مشكلتك انك تتحدد فين المشكله اصلا. يعني ده اول حاجه عشان تحل المشكله. فانا مش عارفه فين المشكله عشان احلها. فلما انا عملت يا جماعه انت عندك ضرس مدفون، الضرس دوت فيه مشكله، الضرس دوت هو اللي عامل كذا وكذا، لازم الضرس دوت يتشال وبعد كده نشوف بقى الدنيا ديت هتتظبط فوق ازاي. ده من الناس برضو اللي كانت رافضه، عشان كده بقول لك فكره المعلم يعقوب دي فكره عايز اقول لك انها مشهوره جدا. شايف هنا في الناحيه اليمين في سنه كده فوق خالص، دي في حته مرتفعه خالص، السنه دي هو مش عارف اصلا عنده سنه مدفونه اصلا، دي اكتشفناها بالمقطعيه عمالين برضو ندور على السبب. السنه ديت في مكان غير عادي، دي في مكان تاني خالص، ازاي احنا هنسكت على الوضع ده؟ ما ينفعش، لان دوت مريض جاي برضو يحط زرع. لو تاخد بالك هي السنه واقفه في باقي المكان ما فيهوش سنان خالص، عارف ليه؟ لانها في حته في العظم ما فيهاش سنان اصلا. المعلم يعقوب هيقول لك، دي في مكان تاني. المعلم يعقوب هيقول لك ايه يعني دكتوره سنه مدفونه؟ ما حاجه حلوه خليها مدفونه، خليها مدفونه. ليه تفتحي وتطلعي؟ هي بقى اللي بيزعلك ايه بقى يا دكتور ايمن؟ انت بتبقى عامل كل الخطوات دي وانت شاكك في حاجه، تعمل اشعه مقطعيه مثلا تصادف ان انت ما تلاقيش حاجه عامله المشكله دي، وما تلاقيش حاله مدفونه، ما تلاقيش والعياذ بالله ورم، ما تلاقيش حاجه، يزعل على فلوس الاشعه المقطعيه. يعني يا دكتوره مش تكلفه؟ بص بقى ده واحد، ده برضو لازم معلم يعقوب يسمعنا. بص دوت شخص ظريف جدا، ما عندوش اي شكوى، جاي يعمل تجميل، نظرا لان انا من الناس هوات الاشعه، ببص في الفك لقيت هذا الورم، ده واكل الفك، واكله حضرتك كان فاضل له سنه. لا كيس دهني، ما هو كيس دهني انواع من السوالف يعني. ده حضرتك من بره من ناحيه الخده، من ناحيه اللسان هو خلاص فاضل له سنه ويخرم. طيب ده مشكله، عارف ده مشكلته في ايه؟ ان شيله قد يكسر الفك، ده ممكن يحتاج لشرايح، ده ممكن تبقى قصه كبيره. في حين ان احنا يا جماعه لو رحنا عملنا اشعه كل 10 سنين هنكتشف حاجات كتير، مش لازم كل سنة، انت تروح للدكتور كل سنة وتطمن، بس الأشعة لازم تتعمل، ما ينفعش حتى لما تروح للدكتور ويقول لك تعمل أشعة تقول له لا أصل قد يكون أنا مش محتاج، وأنت كده بتحمل عليا فلوس أكتر من اللازم، ولو ما طلعش فيها مشكلة يبقى الموضوع دوت مزعله، لا طبعًا، إحنا لازم نعمل أشعة في 80 أو 90% من الكيسز، وبالذات لما بتلاقي أسنان مكسرة، مسوسة، في لخلخة، في اتجاهات غير عاديه للاسنان. لكن انت تدخل لك واحد
ملك سنانه 10 من 10 جاي يقول لك انا عايز ألمع، عايز انظف الجير، ما فيش عنده سنتين مسوسين ولا حتى درسين مسوسين، ما عندوش اي مشكله في اي حاجه، ده ما بصوروش اشعه حقيقي، لان ولا عنده شكوى ولا انا شاكه في حاجه ولا الموضوع مستاهل. لكن لما واحد يبقى عنده ال 32 درس مسوسين ومكسرين وريحه الفم متغيره وعندي 100,000 مشكله ويقول لي لا اصل انا مش محتاج اعمل اشعه، لا ده قرار غير منطقي وغير سليم خالص، لازم نعمل اشعه في الوضع ده. السؤال الجاي بيقول لك ده ظهرت له سن ورا السن من شهر، بتقلبه جدا، عنده 22 سنه. ايه 22 سنه؟ ازاي ظهرت؟ كبير شويه ما خدش باله، ده غالبا هيطلع ناب. ضل طريقه طلع في سقف حلقه ضل موست بروبابلي يعني. دوت طبعا لازم هنعمل اشعه، لازم نعرف الناب دوت زايد ولا هو اوريدي ما كانش طلع ولسه بيطلع، وهل احنا هينفع نرجعه في مكانه ولا هنتعامل معاه ازاي، وهل ليه مكان يطلع بره ولا لا. ده بص دي حاله بقى، دي حبيبي ده طفل عنده 10 سنين. دي حاله حقيقي صعبه، هو المفروض يطلع قدام 4 سنات، طالع سنتين والاثنين التانيين طالعين زي دروس اللي هي اللي اسمها الضواحك. طلع قدام واحد ضاحك وواحد ناب ملفوف في مكان مش مكان ناب اصلا. يعني دي فورمتي جامده جدا، طفل بجد الله يكون في عونه. احنا ما عندناش غير ان احنا هنخلع الاسنان اللي ده مش مكانها لان ده مش مكان ضواحك، وهنعمل تقويم ونقرب السنان اللي هي السنتين القواطع الاماميه اللي في خط النص نقربهم، ونسيب المكان بتاع القواطع الجانبيه نبقى نزرعه في وقت يكون دخل في سن البلوغ. حاله تقيله جدا، فده حاله زي اللي حضرتك بتتكلم عنها اللي هو طلع له سنه من ورا سنه، ده حاجه زي كده. دي من الحالات التقيله اللي حقيقه ما بتروحش لدكاتره كتير، و دايما الحالات دي عاده بتطلع مع حالات الشفه الارنبيه والشق الحنكي، في بعض امراض كده اللي هي الكلاف ليب وكلاف بالات والكلام ده دوت ما عندهوش كده، بس طالع له الكيس دي حقيقي خدت منا تفكير سبيشالي ان الحالات دي از ديفورميتي، ان ده نوع من انواع التشوه الخلقي، مشكلته ان ممكن السنان دي من الجذور تبقى متصله، لان دوت تشوه خلقي غير محسوب انت ما انت شايف الطفره دي حصلت في اني مرحله. فدي عملت له فعلا مقطعيه واتاكدت، وانا وقفت مع الجراح اللي كان شغال عشان اتاكد 100% ان انت لما تيجي تخلع السنان اللي في سقف الحلق دي او القواطع اللي في سقف الحلق دي، وانت بتخلعها ممكن جدا تلاقي سنتين طلعوا مع بعض يبقوا متصلين من الجدر، دي مشكله ضخمه. بس الحمد لله طلعوا عنده مش متصلين، بس قبل ما انا ادخل اقف مع الجراح اللي شغال انا اتاكدت انهم مش متصلين. بس برضو بحب في الحالات دي حاله تقيله وكويري وغير متوقع النتائج بتاعتها، فوقفت فيها، فدي زي الحاله اللي حضرتك بتتكلم عنها. طيب 20 سنه بعت لك بيقول حس بالم شديد في ضرسه، ذهب للدكتور نصحه بانه يشيله لان ده سنه لبنيه على حد التعبير. هل ده الحل الانسب؟ 20 سنه وسنه لبنيه، عندنا حاجه من الاثنين، السنه دي لو ماسكه في مكانها وما فيش وراها سنه دايمه يبقى احسن لك ما تخلعش، تعمل علاج جذور كانه ضرس اطفال عادي، تعمل له علاج جذور وتحافظ عليه. طب لو ملخلخ واللي بعده عايز يطلع ومش عارف، اخلعه ونزل اللي بعده بالتقويم، لان 20 سنه مش هينزل بسهوله. هتعمل تقويم وتنزل اللي بعده. فهو على حسب الحاله، مش كل ضرس لبني في وقت كبير بعد سن البلوغ معناها ان احنا نخلعه. لو ماسك في مكانه كويس واللي بعده مش موجود خليه. لو ملخلخ واللي بعده موجود شيله وهننزل اللي بعده. طب ملخلخ واللي بعده مش موجود، وانس انه لخلخ هتشيله خلاص ما فيهاش كلام. اللي بعد كده تزرعه بقى. الحاله الجايه علي عطوه. ايوه ده شخصيه ولا مية؟ علي عطوه بيقول لك انا عندي مشكله اسنان فراغيه، في فراغات بين السنان، بحب الخله، خله عزها، فا يعني مش شايف انها مشكله، بس قالوا لي يعني انا بحبك يعني بحبك خالص، فانا مش شايف انها مشكله، اداني برستيجي برضه هو يعني برستيجي قدام الناس بقى ماسك خله وفلوس بقى ملحنا في خله.
بص، هو طبعا مشكله الفراغات دي مشكله لازم نعرف سببها. الخله بتزود الفراغات بس مش بتخلق الفراغات. يعني لو عندنا ميل ان يطلع فراغ فالخله بتزوده. الفراغات دي يا اما فراغات من تسوس فاصل الاسنان ببعضها، يعني اعمل لهم مكان يدخل الاكل فراغ، يعني سده متاكله، او عندنا مشكله ان في حاجه مخلوعه فاسنان ابتدت تتحرك عشان تقفل المكان المخلوع ده فابتدت تخلق الفراغات، او جيوب. فاحنا عندنا اكتر من حاجه. ايه بقى الحاجه اللي موجوده؟ لازم نشخص الاول القصه ديت جايه منين، هل هي اماميه ولا خلفيه. خلفيه دي اسهل حاجه، دي اما هنعمل حشو وطرابيش ونقفل المسافات، اما هنعمل علاج جذور، اما هنعمل بوكيتس علاج للجيوب. اللي ورا سهل، قدام هو اللي مشكله. الفراغات لازم تتقيم، هل هنقفلها بفينيرز، هل الفينيرز تدي شكل حلو ولا الفراغات كبيره قوي، ممكن نركب بريدج او نركب سنان في المكان ده او نزرع سنان في المكان ده. دي لازم تتقيم كده بالراحه. بس انا احب اقول استاذ علي عطوه، موضوع خله السنان موضوع غير مستحب، الافضل الخيط الطبي. ما عندكش خيط طبي، هات بكره ولفها على صباعك وادخل بيها ما بين السنان، احسن كتير من الخله وشكلها اقل. دي عملنا لها عمليات بسيطة جدا في خلال دقايق، رسمنا الليسة كلها بالليزر تاني، ظبطنا الليفل، شلنا التصبغات اللي موجودة في اللفة خليناها وردي. بص الفرق، وده واحنا قاعدين، يعني الصورة دي متصورة وهي لسه قاعدة على الكرسي. ايه احسن نوع مسكن عشان انا تعبان؟ يا جماعة غلط غلط، فكرة المسكنات دي مدمرة للكلى. انا بخبرتي ببقى عارفة السنة دي البرد ده كتير عليها هيبقى قربنا للعصب ولا لا، دي خبره. ايوه قربنا، يبقى هعملها على الجذور قبل ما همد ايدي اصلا في الفينير، او كان فينير ولا كراون. دايما الدكتور زي وكيل النيابه. لو انت رحت قلت لوكيل النيابه انا قتلت اكس، هيقولك هات ما يثبت، مش هيصدقك برضه. شوف لدرجه ايه، شوف لدرجه ايه. هو الدكتور كده، وكيل نيابه في شغلته. لا حضرتك الضرس دوت معمول على الجذور، اعمل اشعه واتاكد انه معمول على الجذور. مش كل انواع البروز العظمي كله او بروز الاسنان كله بيتعالج عند دكتور التقويم، قد يتعالج عند الدكتور الجراح. بص بقى امتى في الاستاذ حماده اللول ده، وبص في الطربوش اللي وقع، هتلاقي السنه كلها وقع فيه، وهتلاقي الدعامه بتاعه الضرس وقع، ونص الضرس واقع ومقطوم بالعرض كمان.